بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من نمبر 1. اليوم مصر تتشح بالسواد، يوم في منتهى الصعوبه، يوم مصر فيه بتحزن وحزنها غالي جدا جدا على فقدان ولادها، او انجاز التعبير بقى اولادنا واخواتنا واصحابنا وامهاتنا في حادث مفجع، في حادث محطة مصر. طبعا بنتقدم بخالص التعازي، ربنا يا رب يصبر اهالي الناس. الحادثة صعبة جدا جدا، مفيش بيت في مصر النهاردة الا والخبر ده بيقتله قتل في قلبه، مفيش بيت في مصر النهاردة الا وهو موجوع بجد. والحقيقة وده للأسف يعني اللي زاد من الموضوع، انت لما بتسمع عن الخبر فتخيلك ليه مش كامل، انت مش عارف حادث تصادم فجار، مش عارف ايه اللي حصل. المؤلم بجد والموجع بجد، واللي خلى الناس النهاردة في كل ثانية وفي كل دقيقة بتدعي لكل الناس اللي ماتت شهيدة بالرحمة وبالمغفرة، هو مشاهد الفيديو اللي تم بثها عبر السوشيال ميديا. أنا قلت لكم أنا ملياش في الجدل أو ملياش في الحاجات اللي شبه ليها علاقة بمين عمل إيه ومين سوى إيه، بس المؤلم هو اللي جاله قلب ينشر ده للناس. المؤلم هو اللي صور المشهد ده، أو المشهد اللي صور بكاميرات المراقبة يتم عرضه على الناس بهذا المنظر المخيف والمفجع. حالة الألم كبيرة جدا جدا، ولن أخفيكم سرا، بيبقى صعب جدا جدا علينا كإعلاميين بنشتغل في جزء أنا عارف كويس أوي ومؤمن أنه جزء ترفيهي وجزء له علاقة بكرة القدم والرياضة، وإحنا طالعين في يوم في حادث أليم زي ده، ويوم احنا عارفين كويس قوي قوي مدى حزن المصريين فيه، لكن هي دي طبيعة العمل وهي دي طبيعة الشغل. لازم نبقى متواجدين ولازم نبقى شغالين، ولكن احنا في لاين شغالين عليه لان عشان نحافظ على كل مشاعر الناس اللي بتتابعنا واللي بتتفرج علينا. انا عايز اعرف خبر، عايز اعرف معلومة، بس عايز احس ان انت عايش في مصر، ان انت مش عايش في دولة تانية غير مصر، وعايز احس وعايز اعرف وعايز اتلمس الاخبار اللي بتحصل في الرياضه المصريه وفي الكره المصريه. بس في نفس الوقت انا حزين من جوايا، وفي نفس الوقت انا عارف قد ايه، مش بتكلم عليا بتكلم على الناس، مدى الحزن اللي في بيت كل واحد من اهالي الناس. ربنا يشفي كل مصاب يا رب، ربنا يشفي كل مصاب ويرجعوا سالمين غانمين وسط الامور المؤلمه والموجعه والشهداء والمصابين. مصر يعني ولله الحمد عمرها ما ضنت علينا بامثله طيبه، عمرها ما ضنت علينا بامثله جيده احنا نقدر دايما نبني عليها حاجات كتير جدا جدا. يعني اذا وضعنا في الاعتبار هذا الرجل الخير اللي في وسط هذا الكم من النيران بيطفي الناس على قد امكانيات اللي موجوده وبشويه ميه من غير ما يخاف، مشهد مرعب. فالراجل ده مش خايف على نفسه تمسك في النار، يبقى واحد كتله نار زيهم بالظبط مش خايف على نفسه وعمال يطفي في الناس، مشهد عظيم وعبقري بيجسد قد ايه انه لا، مصر برضو فيها ناس كمل زي ما بيتقال. في وسط صعوبة المشهد اللي احنا بنتكلم عليه ده، وفي وسط حالة من حالات يعني الحزن الكبيرة جدا جدا، اول لما الناس عرفت ان المستشفيات اللي فيها مصابين محتاجة نقل دم، مش عايز اقول لكم كم غير طبيعي من البشر، كم غير طبيعي من الناس بتتهافت علشان تبقى موجودة وتنال او تنول او تنال هذا الشرف المتعلق بانه انا اخدم بلدي، انا اخدم بولاد بلدي، انا ابقى موجود في صحتهم او في استرداد عافيتهم. مرة تانية ومرة تالتة خالص العزاء لأسر شهدائنا في حادث محطة مصر، وربنا رب يغفر لكل واحد منهم ويسامحه ويثبت أسرهم
المشهد صعب جدا جدا، ولو عندي حاجه عايز اقولها في الجزئيه دي بره سياق التعازي، اتمنى ان الناس تكف شويه وترحم اهالي الناس من اعاده نشر الفيديوهات واعاده نشر الصور المؤلمه ديت. انتوا مش متخيلين الموضوع بقى عامل ازاي لما انت بتشوف قريب ليك، اخ ليك، اب، ام، اخت، وانت شايف المشهد ده قدام، مشهد مش يعني عمره ما هيتشال من الذاكره. فارجوكم، ده احنا اللي بيبقى عندنا متوفى عادي جدا مات بعد رحله مرض، اصعب مشاهد بالنسبه له هي المشاهد اللي كان بيفتكره فيها وهو على فراش المرض، فما بالكوا بقى واحنا بنتكلم على حادثه بالشكل ده. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، ربنا يجعلها اخر احزاننا كمصريين، ربنا يجعلها اخر احزاننا فيما يتعلق بحوادث القطارات ومن مسؤول عنها بهذا الشكل وبهذا الحجم من الإهمال. في 90 ثانية اللي بيحصل النهاردة في مصر وبره مصر، كلام في الكورة وكلام في الرياضة هنعرفه مع حضراتكم، وبعدين هنكمل كلام. طيب خلينا نبتدي مع حضراتكم بقى بأخبار منتخبنا الوطني وأخبار الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحديدا الاتحاد بيقرر أو بيرفض إيقاف سيد عبد الحفيظ بعد الطرد أمام الجونة. اتحاد الكرة اكتفى بإرسال خطاب إلى النادي الأهلي يفيد بتغريم سيد عبد الحفيظ 5000 جنيه بداعي أنه التزم بالعقوبة وامتثل لقرار الحكم، لذا رفض إيقافه. وده دي الجزئية المتعلقة طبعا بطرد الكابتن سيد عبد الحفيظ في مباراة الجونة. الكاف حدد يوم 23 مارس بمشيئة الله علشان موعدا لمباراة مصر والنيجر بالتصفيات الإفريقية. طبعا حضراتكم عارفين القائمة تم إعلانها بالأمس، كان فيها أسماء كتير جدا، منها ما هو شاب، منها ما هو يعني يمثل عنصر من عناصر الخبرة، ومنهم من تم استبعاده، والاستبعادات احنا قادرين نفهمها بشكل واضح وصريح، حجازي، صلاح، وعدم وجودهم في المنتخب، والمحمدي طبعا. في الوقت اللي انا بكلم فيه حضراتكم دلوقتي ليفربول بيلعب قدام واتفورد، والنتيجه هي تقدم ليفربول بهدفين دون مقابل، سجلهم ماني في الدقيقه 9 وفي الدقيقه 20. لحد دلوقتي دي نتيجه ماتش ليفربول. المتعلق بقى بماتش برشلونه وريال مدريد، برشلونه متقدم بهدف دون مقابل سجله سواريز، وزي ما حضراتكم عارفين الماتش ده بيتلعب في قبل نهائي كاس الملك في اسبانيا. ودي هقول لكم برده كمان كل الماتشات، كل نتائج الماتشات تباعا، فكروني برده يا شباب قولوا لي تشيلسي النتيجه كام دلوقتي. طيب برده ماتش تشيلسي 0-0 النتيجه حتى الان. ايه اللي بيحصل بقى في والله طيب
تشيلسي متقدم بهدف دون مقابل. النتيجة اتغيرت برضو عن اللحظات اللي احنا من ما بين هنا وما بين هنا. ارجع تاني، كنت بتكلم مع حضراتكم على مباريات المنتخب ان شاء الله باذن الله، قلت لكم انه يوم 23 مارس بمشيئة الرحمن هيبقى الموعد ما بين مصر والنيجر، مباراة تحصيل حاصل. بس واحنا بنتكلم على ان هي تحصيل حاصل ليها ايجابية، ايه هي ايجابيتها؟ انه هشوف عناصر كتير من اللاعبين ما شاركوش قبل كده مع المنتخب، بنتكلم في تقريبا 10 لعيبة مشاركاتهم هتكون يعني جديدة بالنسبة لهم وجديدة بالنسبة لنا ان احنا نشوفهم مع المنتخب. بشوف ان ده الى حد كبير شيء ايجابي، انه في اتاحة اكبر قدر ممكن من الفرص. الراجل عايز يفرز برضه من اول وجديد، وعنده مجموعة هو عارف ان دي مجموعة اساسية معتمد عليها، لكن اذا صفصفت المجموعة الجديدة ديت على 2-3 لعيبة يتحطوا في مراكز فيجيدوا، فهو اكيد عارف هو بيتحرك بشكل منطقي في هذه الجزئية. هنتفق وهنختلف، وكل واحد هيبقى عنده احساسه بانه اللعيب الفلاني ده كان يبقى موجود وما بقاش موجود، لانه دي طبيعه الحاله ودي طبيعه القائمه بتاعت منتخب مصر. هو الراجل بيختار من اسماء كتير زي ما قلت لكم امبارح، هكررها تاني، طالما انا بختار من اسماء كتيره جدا، لو انا قلت لك هختار 25 لعيب هتبقى انت شايف انه في 5 كانوا يستحقوا الانضمام، ولو قلت لك هختار 30 هتقول لي كان في 5 كمان يستحقوا الانضمام. فكل ما تكبر وكل ما القائمه ما تفتح، ده مش معناه ان انت برضه هتكفي احتياجاتك او هتكفي رغبات الناس، لا، هي دايما هتبقى الناس شايفه انه كان في حد يستحق وما بقاش موجود. اتحاد الكرة قرر نقل مباراة الأهلي وبتروجيت لاستاد بتروسبورت زي ما حضراتكم عارفين، لأنه استاد السلام تم إغلاقه لعمل إصلاحات فيه استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية. الكابتن إيهاب لهيطة ومهندس إيهاب لهيطة مدير منتخبنا الوطني بيغادر القاهرة لمتابعة ترتيبات المنتخب لمواجهة النيجر اللي اتفقنا أنه إن شاء الله بإذن الله ميعادها هيبقى في شهر مارس. من ضمن الأمور اللي ليها علاقة بالاختيارات الفنية، المنتخب بشكل كبير بيفكر بالدفع بثلاث حراس مرمى عبر لقائين النيجر فنيجيريا. الماتشين دولت هيتم تجربة فيه ثلاث حراس. انا اتمنى انه الاربعة رايحين، اما وانه الاربعة رايحين على الاقل بقى معرفش هيمشوها ازاي باي حال من الاحوال، بس اتمنى انه كل واحد منهم يبقى له دور، او هتخيل مجرد تخيل انه اللي ممكن ما يشاركش فيهم لو هم هيبقوا الثلاثة بس فعلا، بتخيل ان هو يبقى احمد الشناوي على اعتبار ان جنش ان هم الناس عايزين يشوفوه كحارس مرمى، على اعتبار ان ابو جبل عايزين يشوفوه كحارس مرمى المنتخب، على اعتبار انه عامر عايزين يشوفوه كحارس مرمى المنتخب، لانه الشناوي كده كده لعيب منتخبات، غاب شويه بس هو اصلا كده كده حارس مرمى منتخبات منذ الصغر وحتى الوصول الى اعلى مرحله في منتخبنا الوطني. بيتهيالي هم ممكن يكون ده تفكيرهم. كرم كردي بيترأس بعثه المنتخب الاولمبي في اسبانيا، معسكر ان شاء الله باذن الله في الفتره من 17 لحد 26، هيتخللوا مباريات ودية أمام أمريكا وهولندا يوم 22 ويوم 26 من الشهر نفسه. خلونا نتابع مع حضراتكم تقرير عن قائمة أجيري بين الواقعية وعلامات الاستفهام، الاختيارات اللي الراجل اختارها. قلنا انه دايما هيبقى عندنا علامات استفهام، قلنا انه دايما هيبقى عندنا اختيارات، ولكن في النهاية احنا بنتكلم في انه بشكل عام الناس راضية، او بشكل عام الاختيارات مرضية للناس، بتكلم في 2-3% ما جراش حاجة، ده واقعي جدا جدا. تعالوا نتابع مع حضراتكم التقرير ده وبعدين نرجع نكمل كلامنا. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري قائمة المنتخب الوطني التي ستخوض مباراتي النيجر ونيجيريا في مارس المقبل، وشهدت القائمة العديد من الاختيارات المثيرة للجدل، ضم 25 لاعبا منهم 10 لاعبين ينضمون للمرة الأولى سواء مع أجيري نفسه أو للمرة الأولى مع المنتخب الوطني بصفة عامة. وجاءت أكثر قرارات المكسيكي ومساعده هاني رمزي إثارة للجدل، هي استبعاد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز رغم المستوى الكبير الذي قدمه منذ انضمامه لفريقه الحالي في يناير الماضي، بجانب ضم الثنائي صلاح محسن وأحمد فتوح البعيدان تماما عن الصورة والمشاركة مع أنديتهما،
في الوقت الذي استبعد فيه أحمد علي لاعب المقاولون العرب وهداف الدوري ويوسف أوباما لاعب الزمالك. في الوقت الذي استبعد فيه المدرب كل المحترفين الكبار على رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش، إلا أنه ضم كل من محمد النني لاعب أرسنال ومحمود حسن لاعب قاسم باشا ليزيد من علامات الاستفهام حول السبب وراء استبعاد هذه المجموعة وضم تلك. ومن ضمن ظواهر قائمة المنتخب الوطني ضم 5 لاعبين دفعة واحدة من فريق بيراميدز ليصبح أكثر فريق يقدم لاعبين للمنتخب الوطني في الفترة الحالية، وتعد هي المرة الأولى التي يتخطى فيها أحد الأندية كل من الأهلي والزمالك في عدد اللاعبين المقدمين للمنتخب الوطني. إلا أن الجانب الإيجابي في القائمة التي اختارها أجيري كان النزول بمعدل الأعمار بضم كل من عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري وعبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي في محاولة لضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة. ليبقى السؤال، هل ستنجح حسابات أجيري أم تفتح القائمة الأخيرة باب الانتقادات قبل أشهر قليلة من معترك الأمم الأفريقية بالقاهرة؟ شكرا للزميل العزيز اسلام فرج. اسلام عامل شغل محترم النهارده، بشكره طبعا شكرا جزيلا. عندي النهارده كمان مداخلات كتير جدا جدا، ولعل حديثنا عن منتخبنا الاولمبي هيفتح لنا باب للحديث مع نجم مصر والمدير الفني لمنتخبنا الاولمبي كابتن شوقي غريب. يا كابتن شوقي اهلا وسهلا بحضرتك، برحب بيك، مساء الفل. وقبل اي حاجه طبعا بعزيك وبعزي مصر كلها في ضحايانا اليوم، شهدائنا اليوم في حادث محطه مصر. اهلا بك طبعا، انا بضم الصوت لصوتك ان احنا كلنا بنعزي مصر في الحدث والالم اللي اصاب الشعب المصري كله واصاب الاسره المصريه كلها. احنا بنقول الاسره المصريه لانها فعلا كلنا اسره واحده، فكل ما الم به اي انسان اليوم كان يعني حادث مفجع لنا كلنا والاهالينا والاسرنا وكل يعني اتمنى من الله باذن الله ان دول شهداء عند ربهم عموم يعني اتمنى ربنا باذن الله يغفر اي ذنب يا رب واي حاجه ويدخلهم جنته باذن الله. ويعني وربنا يعني دايما احنا مصر مصابه دايما في حاجات كتيره، لكن باذن الله مصر بلد كبيره واقفه على رجليها وهتفضل طول عمرها واقفه على رجليها باذن الله. يا رب اللهم امين. خليني اسال حضرتك بقى كابتن شوقي، هل في تنسيقات حصلت ما بين حضرتك وما بين مستر اجيري؟ احنا بنتكلم على عناصر مهمه جدا بالنسبه للمنتخب الاولمبي بقت موجوده مع المنتخب الاول، بنتكلم على مصطفى محمد، بنتكلم على فتوح، انا بعتقد انه عمار انا كنت بساله امبارح على الهوا فقال لي ده انا رايح اخلص ورقي بتاع المنتخب الاولمبي عشان انا رايح مع الكابتن شوقي في اسبانيا. صلاح محسن، فهمنا بقى الدنيا ماشيه ازاي، هل في تنسيق وكابتن شوقي راضي ولا التفاصيل دي عامله ازاي؟ بص الحمد لله يعني انا سعيد جدا، يمكن في فتره قليله جدا 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 ده يمكن باختيار اللعيبه اللي موجوده، انا بعتبرهم لغايه دلوقتي 9 لعيبه انضموا للمنتخب من المنتخب الاولمبي او من قوه المنتخب الاولمبي الى المنتخب الاول خلال فتره قليله جدا، لان احنا بنتكلم يمكن مستر اجيري كان عنده تقرير عن اللعيبه كلها وبيشوف اللعيبه خلال الفتره اللي هي كانت بتاعت شهر 6 وشهر 7 شهر 8 شهر 9 الاجنده وشهر، وبدا من شهر 10 وشهر 11 اللي يضم لعيبه بصفه جديه. فالحمد لله يمكن في المره الاولانيه كان عندنا صلاح محسن، كان عندنا طاهر، كان عندنا محمد محمود، كانوا موجودين المره دي، محمد صادق، دول 4. المره دي طب تاني 5 لعيبه في نفس اللي موجودين بالاضافه لرمضان، يعني كان عندنا 9 لعيبه من قوام المنتخب الاولمبي، وده عدد الحمد لله. احنا انا سعيد، يعني سعيد ان احنا قلنا الخطوه الاولانيه اللي في تكوين المنتخب الاولمبي ان احنا قدرنا الحمد لله ننجح فيها ان احنا نقدم اللعيبه دي. يمكن في اماكن كتيره كنا يمكن باين على الاختيارات، يمكن لو انت شفت اللعيبه دي كلها دي في الجزء الامامي يعني الجزء نص الملعب والجزء الامامي، مجموعه اللعيبه اللي انا ذكرتها دي كلها ما عدا ابو الفتوح. لكن انا بوعد برضو ان احنا الجزء الخلفي
اللي مصر بتتكلم عليه وعندنا فيه مشاكل أي. اللي هو في قلب الدفاع بإذن الله، بإذن الله خلال الفترة اللي جاية هيكون شغلنا الشاغل إن احنا نقدم مجموعة مميزة من اللعيبة اللي بدأت تاخد مراكزها وتلعب في الدوري وتلعب بصفة أساسية. يعني دول كمان موجودين. انت حاجه كابتن شوقي حاسس ان انت بتقدم خدمه لمنتخب مصر الاول بدعم من اللعيبه اللي موجوده معاك في المنتخب الاولمبي، حاسس ان انت كده دي مهمه الكابتن شوقي غريب الاولى؟ لا دي مهمه من المهمات المكلفه، من المهمات، لكن المهمه الرئيسيه باذن الله هي التاهل. خلينا نكون صراحه يعني التاهل للاولمبياد طوكيو باذن الله ده المهمه الرئيسيه، والمهمه الثانيه ان انا لازم اكون في نفس الوقت عملية البنى مع المنتخب الأول في تكوين اللعيبة اللي مستقبلا هيكون الاعتماد عليها، يعني الاعتماد عليها. يعني عندنا لعيبة تاني في الجزئية الخلفية زي ما قلت لك، لعيبة الحمد لله بدأت تاخد صفة اللعب الأساسي في أنديتها زي أسامة وزي في المقصة وزي مرعي وزي بيكهام في دجلة وزي الجزار في الجونة وزي محمد عبد السلام في الزمالك. دول بنقدمهم ومعاهم يمكن لاعب برضو صغير من انبي احمد يوسف. يعني دول مجموعة احنا بنقدمها للمنتخب الاول باذن الله هيكون شغلنا عليها خلال المرحلة اللي جاية باذن الله ان نقدر نقدم كل المجموعة اللي قلت لك دي تلعب في قلب الدفاع. صحيح. فكل المجموعة دي هتبدأ ان احنا برضو يكون تركيز والشغل عليها ان احنا نقدر نوصل لعيبه، في لعيبه كتير مميزين في المنتخب الاولمبي باذن الله انا متاكد هيبقى لهم فرص، اثبات وجودهم، انتقالاتهم خلال يناير، انتقالاتهم من الانديه الكبيره ويروحوا انديه ثانيه عشان يشاركوا ويلعبوا، دي كانت اكتر حاجه اسعدتني ان اللعيب النهارده ما عادش بيبص للماده اللي جايه له اكتر ما بيبص انه عايز يلعب وعايز يبقى متواجد وعايز يمثل بلده وعايز يروح المنتخب الاول. صحيح. وبصراحه هو مستر اجيري ادى للناس كلها فتح لهم باب كبير. يعني الاختيارات دي كلها فتح لهم باب كبير، الباب الكبير ده يقدروا يوصلوا منه لحاجه كبيره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب هل الاختيارات ديت قبل المعسكر بتاع اسبانيا عملت لك مشكله يا كابتن شوقي ولا حلولها ازاي بالنسبه لك؟ خالص نهائي. يعني زي ما انت قلت بص اللعيبه اللي انت سالتها لقيتنا ان احنا بنرتب امورنا انها تبقى موجوده معانا. ايوه الحمد لله. انا احنا عاملين ترتيباتنا ما بين 35 ل 40 لعيب وفي كل مركز ثلاثه لعيبه وفي كل مركز ثلاثه لعيبه ويعني ما بيقلوش عن اللي بيتاخده. يعني خليني اقول لك بصراحه يعني احنا عندنا في كل مركز انضم منه لاعب او اثنين عندنا في نفس المركز لاعب او اثنين او ثلاثه بيشاركهم وبيلعبهم وموجودين ومستعدين ليبقوا موجودين بكده. عشان كده لما جينا نعمل حتى التأشيرات، تعرف تأشيرة دول اوروبيه بتاخد وقت وبتاخد فتره طويله لغايه تمام. الحمد لله النهارده كان اليوم قبل الاخير في التأشيرات، لسنا مجموعه واحده اللي هي لعيبه الجونه عشان كان عندهم ماتش بكره باذن الله، فما كانش طبعا صعب يجوا الجونه، فكان معاتهم يوم الاحد هم المجموعه اللي باقيه. وبكده يبقى احنا قدرنا يبقى معانا حوالي بالظبط حوالي 32 لعيب او 30 لعيب. كويس قوي. كل تاشيرتهم جاهزه باذن الله، نختار 24 لعيب منهم. وده اللي احنا بنتعامل. رمضان صبحي من ضمن الاسماء ديت ولا لا؟ طبعا من ضمن الاسماء. من ضمن الاسماء. يعني بص يعني حتى انا كان في مكالمه بينه وبين رمضان قلت له رمضان اذا كنت انت هتبقى في الفريق الاول ده الهدف بتاعنا الرئيسي. إذا كنت هتبقى معانا قال لي أنا تحت أمر الفرقة في أي وقت. رمضان لما جه معانا الماتشين بتاع تونس كان بداية لعبه بعد الإصابة بعد فترة طويلة ما كانش بيشارك فيها. رمضان كابتن المنتخب، يعني أنا بعتبر رمضان ثم كريم نيدفيد هما كباتن المنتخب. أيوه الاثنين موجودين. الاثنين بقى يجي بعدهم أسامة وعمر رضوان، يعني عندنا مجموعة الحمد لله. لكن الحمد لله يعني عندنا مجموعه كبيره اللي هي قوام الفريق الاساسي. زي ما قلت احنا القوام الاساسي بتاعنا ما بقاش 11 لعيب. يعني زي ما انت شايف في كريم ميدفيد، في ناصر ماهر، في مثلا احمد ياسر، في احمد حمدي، في مجموعه مش عايزه يعني انسى حد، في اكرم توفيق، في مجموعه كبيره، في ناصر منسي، مجموعه كلها موجوده. صحيح. وكلها في مراكز
تقدر تفيدنا. شريف رضا موجود، احمد مصطفى. عايز استغل برضو ان حضرتك معاه كابتن شوقي بتعدد هذه الاسماء وتعدد هذه الميزات واخد رايك، يعني الاختيارات بالنسبة لأجيري، القماشة الواسعة اللي اختار منها المرة دي، يعني بنتكلم في أسماء كتيرة جدا ما كانش ليها تواجد قبل كده في المنتخب، زي مصطفى محمد، زي عمار حمدي، زي فتوح، زي أسماء كتير جدا، أو أسماء خبرات، لعيبة خبرات كانت بتنضم على فترات، دلوقتي بتنضم زي عمرو السولية، على مستوى حراسة المرمى عامر، بنتكلم على جنش، يعني الأسماء بالكامل. رأي حضرتك إيه في هذه الاختيارات يا كابتن شوقي؟ بص انا يعني يمكن انا وجهه نظري في الاختيارات دي فضل. يعني او من رؤيتي اللي تم هذه المره ان المعسكر ده هو بيعتبر اخر معسكر لمستر اجيري. صحيح. يقدر ياخد فيه لعيبه ويجرب لعيبه ويشوف لعيبه، لانه هو في المعسكر اللي جاي اللي هو هيبقى اعتبارا من شهر 6 مثلا زي ما هو محدد الاسبوع الاولاني او بدايه شهر 6 اللي هو قبل البطوله، مهما زاد عدد اللعيبه اللي في المعسكر مش هيزيدوا عن 28 لعيب ولا 30 لعيب ولا 27 لعيب، اللي هيقدر يختار منهم ال 23 لعيب اللي باذن الله رب هيبقى عليهم الحمل الاكبر في اسعاد الشعب المصري والفوز بالبطوله باذن الله. ده المعسكر الوحيد اللي يقدر يجيب فيه مجموعه لعيبه يشوفها، لكن في مجموعه هم عندها الصفه الدوليه ومجموعه لعيبه كتير هو عارفها ومجموعه لعيبه كتير هو اشرقها في ماتشات كتير واطمن عليها، يعني اطمن بنسبه كبيره عليها. طيب رايك ايه في موضوع يعني انه اتفضل يا كابتن، انت بكمل الجزئيه ديت عشان اسالك على عبد الله السعيد، اتفضل. هو عمل مزج ما بين بعض اللعيبه اللي كانت واخده الصفه الاساسيه معاه وبعض اللعيبه اللي بدات لاول مره وعايز يشوفها ويبقى لها رؤيه. على اساس لما يجي يختار، يعني النهارده لما يكون هو اعلن 25 لعيب وعنده من القوام يجي 10 لعيبه كمان مش موجودين في المعسكر، يعني عنده 35 لعيب. أيوة. هو مطلوب منه لما يجي المعسكر عدد اقل من كده، فهو بيوسع الدايره في المعسكر ده على اساس يبقى قدامه الفرصه الكبيره انه شاف بعينيه اللعيب يشوفهم تحت ايده. يعني بص اللعيب الكوره ممكن تتفرج عليه في التلفزيون، ممكن تتفرج عليه في حاجات كتير، ممكن بعد كده لما تيجي تحطه في ظروف مباراه وظروف تكتيك معين المدرب بيبقى عايزه وطرق لعب المدرب بيبقى عايزها، ممكن ما ينسجمش معاك مع انه لعيب كويس جدا ولعيب ايجابي جدا، لكن ما ينسجمش معاك في الاسلوب اللي انت عايزه. فكل مدرب بيلعب بالاسلوب اللي هو عايزه، هو اللي اختياراته واختياراته هو بنيها على رؤيه حصلت في الماتشات اللي فاتت واسلوب وطرق لعب حصلت المره اللي فاتت. اتمنى ان ربنا يوفقه باذن الله ويكون الاختيار بتاعه مش هيرضي كل الناس، لان اي اختار مهما بنختارنا ما بيرضيش حد، لكن هو في الاخر اللي كل الناس هتحاسبه. عبد الله السعيد رايك ايه في ان هو مش موجود يا كابتن شوقي؟ ما هو انا بص يعني عبد الله السعيد لعيب كبير جدا. أيه. ولعيب مميز ولعيب بيأدي كتير، لكن خليني اكون صريح معاك، لما اجي اقيم عبد الله السعيد هقيم عبد الله السعيد من مجموعه اللعيبه المميزين اللي في الكره المصريه. ايوه. ايه تفكير بقى مستر اجيري بالنسبه لعبد الله السعيد؟ هو الوحيد اللي عارف. هو اللي عارف يعني احتياجاته. طبعا هو الوحيد اللي عارف، من ممكن يكون سايبه مع المجموعه الثانيه دي. أيوة. يعني ما هو مطمن على مطمن، يعني من ضمن المجموعه اللي مطمن عايز، ممكن وارد. ممكن وارد. يعني احنا لما نيجي نشوف مثلا ايه الماتشات اللي فاتت كلها كان بيلعب محمد الشناوي. ايوه. كل الماتشات مع مستر رجيري من اول ما مسك. ايوه. تمام؟ هو اللي شارك في كل الماتشات. أيوة. هو مش معاه في المعسكر ده. محمد صلاح. مش معاه في المعسكر ده. حجازي ومحمدي. حجازي. مش معاه محمدي. مش في المعسكر ده. في لعيبه كتيره. ما اقصدش يعني في لعيبه مش معاه في المعسكر ده. هل اللعيبه دي مستبعده؟ هل اللعيبه اللي لعبت الماتشات دي كلها مستبعده؟ انا شك ان اللعيبه دي كلها تكون مستبعده. لكن هو له وجهه نظر يعني او رؤيه معينه، لكن في لعيبه كتيره في خلال الدوري قوي. دوري قوي فعلا. صحيح. دوري قوي على مستوى البطوله ودوري قوي على مستوى انديه اللي بتنافس على المركز الرابع والدوري قوي على مستوى الانديه اللي بتنافس على الهبوط. صحيح. ما انتش يعني انت وانت قاعد عشان تقول مين اللي ياخد الدوري عندك 3 انديه بيتنافسوا، لو تقول مين اللي هيطلع الرابع عندك 4 انديه بيتنافسوا، لو تقول مين اللي هينزل هتقول عندك 6-7 انديه بيتنافسوا، يعني ما انتش قادر تحدد حاجه في الموضوع ده. فده مخلي عدد اللعيبه اللي بيأدوا بشكل ايجابي وبشكل كويس عدد كبير. صحيح. فده كلها مكسب للمنتخب باذن الله.
ان شاء الله باذن الله، ونطمن كمان على المنتخب ان شاء الله باذن الله مع حضرتك، وتبقى نتائج الماتشات الوديه اللي تتلعب في اسبانيا تكون طيبه. كابتن شوقي بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن شوقي غريب نجم مصر ومدير فني لمنتخبنا الاولمبي، وادانا رؤيه كبيره جدا جدا وشامله فيما يتعلق بالاختيارات الفنيه ومدى التنسيق اللي ما بينه وما بين مستر اجيري المدير الفني لمنتخبنا الاول. عندي خبر عن وزير الرياضه اللي كلف الدكتور محمود سعد برئاسه مشروع الالف محترف. النهارده خطاب رسمي تلقاه الاتحاد المصري لكرة القدم من قبل دكتور أشرف صبحي يفيد باختيار الدكتور محمود سعد مدير الفني للمنصب المدير الفني طبعا لاتحاد الكرة لمنصب رئيس مشروع الألف محترف. إن شاء الله بإذن الله تمنياتنا بالتوفيق لهذا المشروع وينجح نجاح باهر ويطلع لنا مجموعة من اللعيبة المميزة إن شاء الله. تعالوا نتابع مع حضراتكم لقاء، بما إن إحنا بنتكلم على وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، نتابع مع حضراتكم هذا اللقاء مع معالي الوزير اللي هيتكلم اكيد عن بطولة الامم الافريقية وكيفية الاستعداد ليها. نشوف التقرير وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. النهارده طبعا انا باكد تاني على شعورنا جميعا باللي حصل النهارده في هذا الحادث الاليم اللي بننعي بيه كل يعني المصريين اللي يعني في الحادث، واحنا يعني بصراحه في زعل. عشان كده يمكن النهارده كان يوم مخطط ليه ان احنا نتكلم عن اعمال الوزاره، وكمان نعلن عن جائزه تميز الصحفي للشباب الاعلاميين والصحفيين. عشان كده تم اقتضاب يعني الكلام شوية اللي هي فيما يخص الوزارة، لكن كان بنعمل الفترة دي اللي هي من شهر 7 لغاية يعني نهاية يناير زي كشف حساب صغير بس على الوزارة بشفافية في المجالات الشبابية وفي المجالات الرياضية. مفيش عمل من غير أزمة، يعني العمل الرياضي أو العمل بصفة عامة، لكن إدارة الأزمات بتكون موجودة يعني بصفة عامة، ازاي يبقى فيها يعني هدوء، ازاي نحلل، ازاي نعمل، لكن لازم أوصل يعني مش كل حاجة فين الوزارة أو وزير الرياضة. وزير الرياضة في حتة معينة لتخص الدولة، بندي صلاحيات كتيرة جدا للاتحادات انها تشتغل في هيئاتها وتدير هيئاتها. يعني احنا مش هندير لاتحاد الكورة الدولي، مش اتحاد الكورة الكاس، مش هندير لاتحاد الكورة، اتحاد الكورة معاه في المنتخب القومي، معاه في نشوف استضافة كأس الأمم الأفريقية، إنما لما الأمور بتخرج عن نطاقها بنتدخل بحساب ونتدخل في حاجات معينة، مش لحد لصالح حد، لصالح إن الدولة نحتفظ بقوامها، والدولة تنفيذيا والدولة من خلال وزارة الرياضة أكيد يعني لازم يبقى لنا دور، ومحدش أبدا يعني يقول الدولة موجودة وبقوة. وقلت الدوري مش هيقف، الكأس ده أنا يعني ما قلتش إنما الصالح العام فين؟ واتحاد الكوره شاف الصالح العام فين، واحنا واقفين عند الصالح العام فين. بالك انا ما بتكلمش على نتيجه، بتكلم على لازم الناس والشباب المصري الجميل يعرف ده، عندنا حاجات كتيره جدا 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 جدا. دكتور ومش هندير وزاره الشباب والرياضه، مش هتنزل تدير الدوري، امال الاتحاد بيعمل ايه؟ دكتور مش هتدير الكوره لنادي، امال النادي اداره النادي بتعمل ايه؟ القرار بيكون مبني على الهيئه اللي بتدير. هنا اتحاد الكوره شغلك ده بدليل ان اول ما بدانا قلنا طب الجماهير، يجي اتحاد الكرة هو فين مشروعه واحنا هندعم مشروعه، وجمعنا الناس كلها وقلنا ده مشروع. بدأنا ب5000، دلوقتي احنا ان شاء الله من خلال كاس الامم الافريقية بنعدل الاستادات اللي هتلعب 6 استادات، بعد البطولة هيكون عندنا 6 استادات كاملة دخول اي تيكتنج وكاميرا، حاجة هتساعد السنة الجاية اكيد دخول الجماهير يبقى ليه منطلق تاني. لكن مين اللي عنده المسؤولية؟ اتحاد الكرة. ومين بيطبق وينفذ المسؤوليه؟ الانديه. اتحاد الكوره يدي لوائحه، يدي جزاءاته، يشتغل شغله، والانديه اللي موجوده تكون موجوده. لما بتطلع الامور زياده عن الطبيعي احنا بنتدخل. الدوري المصري مهم جدا، الدوري المصري اقوى الدوريات من 2012، والدوري المصري بيتنافس مع دوريات خليجيه كتير، كان الاول بيعمل ليدنج. الدوري المصري جوانا بيتنافس مع مباريات برشلونه وريال مدريد والاخر. احنا عايزين نرجع الدوري المصري تاني، عايزين نشوف ماتش ومباراه الزمالك والاهلي والاهلي والزمالك والاهلي والزمالك، وهو الناس بتشوف القهاوي واقفه والخليج الجمهور. انت كمان لما ترجع هترجع عشان بتشجع مش علشان رايح تشتم. انا بتكلم ده كله امور توعويه. الوزاره رمز حكومي بيساعد في الاداره وليس هو رئيس النادي،
وليس هو رئيس النادي ده وليس هو رئيس الاتحاد. عشرة على عشرة. أنا بحب جدا كلام الناس الفاهمة وكلام الناس المركزة وكلام الناس اللي بتوصل رسائل مباشرة. دكتور أشرف صبحي بيوصل رسالة مباشرة وده اللي دايما احنا بنتكلم عليه يا جماعة. الكورة كرة القدم لا تدار بجلسات العرب. كرة القدم لا تدار بأنه تعالوا يا جماعة احنا عايزين الوزير عشان يخلصنا من المشكلة. عشرة على عشرة. قال لك من يدير كرة القدم هو الاتحاد المصري لكرة القدم. مش كل حاجة الوزير، الوزير ما بيديرش الكورة، الوزير مش وزير الكورة. ودي نقطة نفسي توصل لكل الناس يا جماعة. الوزير ده مسؤول عن شباب نشء صغيرين، مسؤول عن مشاريع تنموية للبلد يعملها، مسؤول عن مظلة مصر وشكل مصر رياضيا، مسؤول عن ازاي احنا هنبقى شكلنا عامل ازاي في الاولمبياد، استعدادات الاتحادات عامله ازاي، توفير الدعم اللازم لها، وضع خطط. يعني شغل الوزاره شغل على مستوى اعلى بكتير جدا جدا من فكره اداره كره القدم. اداره كره القدم على الارض هي بتاعت الاتحاد المصري لكره القدم ولجانه. تنظيم الامور وترتيب الامور ده دور الاتحاد مش دور الوزاره. مش كل حاجه نجري على الوزير، مش كل مشكلة نجري على الوزير. ما هو ده مش الصح. الصح هو اللي بيقوله الراجل ده بالظبط، دكتور أشرف صبحي. يعني تسلم بقك بصراحة بالبلدي كده. قبل ما اروح لبقية الأخبار عشان هتكلم في أخبار النادي الأهلي، ليفربول 5-0 أمام واتفورد، عامل جيم بقى واضح يعني، الدنيا بحر أهداف يعني 5-0. برشلونة فايز على ريال مدريد 3-0 برضو نفس القصة، يعني واضح انه الماتشات اتجاه واحد الماتشين دول. تشيلسي وتوتنهام 2-0 كانت قدامي والله، لسه 1-0 لسه هقول 1-0 كويس ان انتوا لحقتوني. 2-0 نتائج بتتغير بسرعة جدا جدا. طيب بعد فصل السريع اللي جاي ده هتكلم مع حضراتكم في اخبار النادي الاهلي وكواليس مهمة جدا خاصة بالقلعة الحمراء. اهلا بينا. طيب من اخبار النادي الاهلي هنبتدي مع حضراتكم باحمد فتحي، واللي بدا يفكر بشكل كبير جدا مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي في اعاده توظيف فتحي. يعني ايه اعاده توظيف فتحي؟ احمد فتحي هو من اللعيبه المقاتله اللي تقدر تستفيد بيه في اي مكان. هو في ناحيه الباك اليمين حدث ولا حرج، مدافع مساك، يعني هتستخدمه مساك، هو مساك. لعيب نص ملعب حاجه هايله جدا جدا، مع منتخب مصر جربناه يلعب باك شمال، لعب باك شمال، بيعمل كل حاجه الحقيقه احمد فتحي. في فكره في اعاده توظيفه مع التالق اللافت للنظر باللي محمد هاني. فهو الراجل يقول لك انا لما يكون عندي عنصرين جامدين قوي، هاني فايق من ناحيه اليمين وعندي احمد فتحي تقيله كبيره هترجع من الاصابه ويبقى تمام جاهز فت بدنيا وفنيا، طيب ليه لا ما استفدتش بيه؟ فالتفكير ممكن يكون في احمد فتحي الفتره الجايه، يدخل جوه الملعب، يدخل نص الملعب، وده هيفرق برده كتير جدا مع النادي الاهلي من الناحيه الفنيه. الاهلي بيرفع الحمل البدني قبل مواجهه بتروجيت. الخاندرو مخطط الاحمال وحسين عبد الدايم مساعد مدرب الاحمال قادوا الفقره التدريبيه المتعلقه بالحمل البدني علشان يزودوا شويه. طبعا كل حاجه بتبقى بمعايير وكل حاجه بتبقى بمقاييس، يعني مش مجرد خبر بيتقال كده وخلاص. هم عشان انا اقول خبر كده سهل
رفع معدلات كذا كذا كذا، ده بيتعمل له بقى يعني شكل معين، شيب معين زي ما بيتقال كده، بدراسات بيانات كل لاعب منهم وقياساته البدنية عاملة ازاي، عضلاته أخبارها ايه، قياساتها عاملة ازاي، نسبة الفاتس في جسمه عاملة ازاي، طيب عضلاته تتحمل لحد فين، حاجات اللي شبه كده. واللعيب اللي عنده قلنا 34 35 سنه غير اللعيب اللي عنده 25 سنه، كل واحد منه له حمل تدريبي وعضلاته تستقبل اكبر قدر ممكن من الاكسجين بشكل معين، حاجات كتيره ليها علاقه بالتجهيزات في الملاعب. الاهلي بيعلن جاهزيه الشناوي لمباراه بتروجيت، الراجل هيبقى جاهز، كان عنده شويه الام كده اجهاد في العضله الضمه وهيبقى جاهز ما عندوش مشاكل. صالح جمعة وصلاح محسن الاثنين بيطالبوا بفرص للمشاركة في الأهلي، قلنا أن الموضوع ده قبل كده اتكلم فيه مارتين لاسارتي مع الاثنين لعيبة صالح وصلاح، والاثنين من العناصر اللي محدش هيختلف عليهم من الناحية الفنية مع اختلاف مركز كل واحد منهم، والراجل قال الفترة الجاية هيبقى فيه طبعا دور ممكن يبقى واضح وصريح. الأهلي بينعي ضحايا قطار محطة مصر، مجلس الإدارة بالكامل نعى ضحايا قطار محطة مصر اللي وفاتهم المنية أثر الحادث الأليم اللي وقع صباح اليوم. مسؤول النادي الأهلي طبعا تمنوا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن ثورة التغيير اللي بتنتظر الأندية المتعثرة، غياب الانتصارات عن فرق زي الاتحاد السكندري وإنبي والنجوم والداخلية، والنجوم النهاردة بيقيل مدربه اللي أنا شايف أنه مدرب مميز جدا ومحترم جدا جدا، كابتن أحمد سامي. كابتن أحمد كان معايا من فترة في البرنامج، أنا وسألته قلت له مش قلقان على مستقبلك، مش قلقان، قال أنا يعني بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. واضح أنه الدنيا ما كانتش ماشية أحسن حاجة من حيث النتائج، بس الفرقة فرقة كويسة والأداء حلو في الملعب، الغريب هي النتائج. يعني عارف انت لما بتبقى في حاجه، لما انت تشوف فرقه وحشه، فدي فرقه وحشه تتغلب تنزل، مش فرقه وحشه دايما احنا دي فرقه في فنيا كده تقعد تتفرج على فرقه معينه مع بدايه الدوري فتتنبأ ان الفرقه دي وحشه فهتنزل. النجوم بقى مش فرقه وحشه، بالعكس ماتشاتهم حلوه وادائهم الفني حلو بس نتائجهم مش حلوه، ودي بتبقى لوغاريتم كبير جدا جدا، عشان انت عارف بقى هتغير مين بالظبط. فغالبا اللي بيطاح بيه، انا مش هتمشي اللعيبه وانت في وسط الموسم، فاللي هيطاح بيه هيبقى المدير الفني، وده اللي حصل مع كابتن احمد سامي. تعالوا نشوف التقرير ده مع بعض وبعدين نرجع نكمل اخبارنا، هنروح على نادي الزمالك. تعيش مجموعة من فرق الدوري الممتاز حالة من القلق الكبير بعد تدهور النتائج في الفترة الأخيرة وتواصل غياب تحقيق الفوز عنها لفترات طويلة، ليصبح مدرب هذه الفرق على صفيح ساخن، وتصبح الفرق نفسها مهددة بالنهاية الحزينة في حال استمرار غياب الفوز عنها في الفترة المقبلة. ومن أول هذه الفرق هو الاتحاد السكندري، الذي على الرغم من أنه حقق الفوز في آخر مبارياته بالدوري على حساب دجلة يوم 10 فبراير الجاري، إلا أن آخر فوز قبل انتصاره على دجلة كان على حساب إنبي يوم 20 نوفمبر الماضي، خسر 3 مباريات وتعادل مثلها، والتي ودعها الفريق على يد الهلال السعودي بالخسارة 3 أهداف مقابل لا شيء ذهابا وتعادل السلبي إيابا. ويأتي إنبي كثاني الفرق التي خاصمها الفوز لفترات طويلة، حيث يعود آخر فوز للفريق البترولي في مسابقة الدوري ليوم 9 يناير الماضي على حساب طلائع الجيش، وخاض بعدها إنبي 5 مباريات لم يحقق فيها أي فوز على الإطلاق، حيث تعادل في 2 وخسر في 3 آخرها أمام المصري بثلاثية مقابل هدف، ليصبح الفريق في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.
أما فريق الداخلية الذي يقوده علاء عبد العال لم يحقق أي فوز في مسابقة الدوري منذ يوم الجمعة 2 نوفمبر، عندما تغلب الداخلية على طلائع الجيش بنتيجة 2-1، وخاض بعدها الفريق 13 مباراة متتالية لم يحقق فيها أي فوز، حيث تلقى الفريق 6 هزائم وتعادل في 7 مباريات. وضعت الفريق ومدربه علاء عبد العال في موقف لا يحسد عليه في المركز 16 برصيد 22 نقطة. وكان أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم أول من اتخذ قرارا حاسما بتقديم استقالته بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء في آخر جولات الدوري الممتاز، ليقبع النجوم في المركز الأخير برصيد 21 نقطة. وتتواصل سلسلة عدم تحقيق الفوز للفريق الصاعد هذا الموسم، التي بدأت منذ آخر فوز حققه الفريق يوم 12 نوفمبر الماضي أمام الاتحاد السكندري، وخاض بعدها الفريق 11 مباراة، نال الخسارة في 9 منها وتعادل في 2 مباراة فقط، ليعلن سامي وضع حد لمسيرته مع الفريق. لتبقى الفرق الأربعة تعاني بقوة خلال الفترة الماضية فمن منهم سيتمكن من الاستفاقة والعودة سريعا، ومن منهم سيظل في دوامة النسيان حتى فوات الأوان. لسه في قصه في موضوع كهربا، لسه في فصل ما انتهاش. الزمالك بيخطر كهربا بميعاد التحقيق مع المستشار القانوني او الاداره القانونيه في نادي الزمالك، والتحقيق ده هيبقى يوم الخميس، تحدد له يوم الخميس. في مساعي من الجهاز الفني انه بالتشاور طبعا مع رئيس النادي، لان هو اللي واخد، هو كان صاحب القرار فيما يتعلق بايقاف اللاعب وتغريمه 300,000 جنيه، في اتجاه او في محاوله من الجهاز الفني والاشراف على كره القدم ان هم مع رئيس النادي يحاولوا يقنعوه بالاكتفاء فقط بالعقوبه والغرامه الماليه، على اعتبار ان النادي او الفرقه محتاجه اللاعب في المباراه المقبله امام بيترو اتلتيكو الانجولي. لكن لحد اللحظه اللي بكلم فيها حضراتكم هو ده الخبر اليقين. السفاره المصريه حذرت الزمالك من الامطار والرطوبه. طبعا سفاراتنا المصريه في كل مكان وفي كل مواجهاتنا الافريقيه الحقيقه بالنسبه لنا زمالك واهلي واسماعيلي ومصري وكل الفرق المصريه، طبعا السفاره المصريه بتقوم بدور كبير جدا جدا في التعلق بالامداد بالمعلومات. ناس حذروا من ازمتين، الاولانيه الرطوبه واللي بتوصل لنسبتها 85%، وكمان احتمالات سقوط الامطار في بعض الاحيان. رئيس الزمالك حفز اللعيبه قبل السفر لانجولا، قعد واتكلم معاهم وقال لهم لازم يبقى في روح جامده وروح قتاليه، ولازم يبقى في مكسب للقاء ده. واعتقد انه مكسب بالنسبه لنادي الزمالك مش هقول يفرق معنويا، هو يفرق في مساله التواجد. يعني انت لازم تحافظ على فرصك، وقلنا انه اللي بيحافظ على فرصه لازم يجتهد في كل لقاء من اللقاءات. حازم امام انتظم في مران الزمالك بعد التعافي من الاصابه بالمناسبه، يعني علشان السدادات الفتره اللي جايه، وخلاص تمام ما بقاش في اي مشاكل خالص في موضوع الاصابه اللي كان بيعاني منها في الفتره اللي فاتت. بعثة نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله تغادر القاهره يوم الجمعه متوجهه الى انجولا. بعد ما حصل على اذن طارق حامد بيغيب عن مران الزمالك، اخذ اذن من كريستين جروس من الراحه او بالراحه من التدريبات.
والراجل وافق له ما كانش فيه اي مانع. كان في محاضره فنيه برضو من جروس للعيبه الزمالك النهارده قبل المران. دايما يبقى في كلام كده فني عن الاخطاء اللي وقعنا فيها، تركيزنا في الفتره الجايه هيبقى عامل ازاي، هنشتغل على ايه الفتره الجايه، الاخطاء اللي احنا ما اخدناش بالنا منها، الاخطاء المتكرره، الاخطاء اللي ظهرت لاول مره، كل ده اي مدير فني بيتكلم فيه بشكل بديهي بشكل طبيعي جدا جدا قبل اللقاءات المهمه. هيبقى في فقرات تاهيليه خاصه للاعيبه الزمالك قبل السفر لانجولا النهارده وبكره، كان يعني النهارده كان فيه وبكره هيبقى فيه طبعا بكره وبدون كره في اطار الاستعدادات لهذا اللقاء المهم. هتكلم بقى فقرتنا العالميه وعندي تفاصيل النهارده كبيره جدا ومهمه جدا في فقرتنا العالميه. تعالوا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل مكملين مع حضرتكم. دايما في الاحداث او في المشاكل او في الازمات او في الحاجات اللي ليها علاقه بالانسان بالانسانيه دايما هتلاقي في دور مجتمع احنا قلنا عليه واحنا متفقين على كده، دور مجتمعي للانديه العالميه واي نادي من الانديه اللي متواجد في اي حته في العالم، لا سيما كمان لما يبقى ليك دور كبير انت كفريق او كفرقه عندك لعيب مصري. ليه بقول ده؟ لانه النهارده كان في اهتمام كبير جدا مثلا من نادي زي نادي ليفربول اللي بيلعب لنا نجمه بيلعب له نجمنا المصري محمد صلاح. النهارده ليفربول نزل على صفحته على تويتر قدام حضراتكم في صحته على العربي: الجميع في ليفربول يتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين من حادثه القطار اليوم في القاهره. والهاشتاج والخاص بدايما ليفربول قال لك لن تسيروا وحدكم ابدا. في الوقت اللي فيه صفحه تشيلسي وركز هتلاقي الصفحتين او الموضوعين انت بتتكلم، واحده كان بيلعب فيها محمد صلاح قبل كده، واحد بيلعب فيه محمد صلاح قال قلوبنا في نادي تشيلسي مع كل اسر الضحايا والمصابين في حادث محطة قطارات رمسيس بالقاهرة. انتر ميلان الإيطالي قال يتقدم نادي انتر بخالص التعازي لجميع المتضررين من حادث القطار الأليم اليوم في مدينة القاهرة. هنروح بقى للتفاصيل اللي علاقة بالأخبار. يوفنتوس بيعلن إصابة رونالدو والفحوصات بتعلن مصير مشاركته في المباريات المقبلة وتحديدا كمان في مباراة نابولي. قدم رونالدو ما لم يقدمه الحقيقة أي لاعب في الفترة دي فيما يتعلق بانتقال سريع أو انتقال الناس كانت متخيلة أنه مش هينجح مع اليوفي، ولكن الإصابة دائما وأبدا هي اللي بتنغص عشاء كريستيانو رونالدو في أي حتة. النادي قال أنه رونالدو تعرض لكدمة في الكاحل أثناء مباراة الفريق الأخيرة أمام بولونيا في الدوري ودي منعته من التدرب اليوم. قال الجهاز الفني متفائل أنه الإصابة تكون خفيفة ولن تعوقه عن المشاركة في الفترة المقبلة. ساري المدير الفني لتشيلسي وبعد كلام وتفاصيل كتير يمكن حكينا القصة ديت بتفاصيلها بالكامل بيواصل عقابه لكيبا ويستبعده من مواجهة توتنهام في الدوري. الماتش اللي احنا بصدده من شوية او الماتش اللي هو خلاص اعتقد انه انتهى وكان فيه تشيلسي متقدم على توتنهام انتهى فعلا 2-0 لتشيلسي. الراجل استبعده ودفع بكابايرو، ده طبيعي بل طبيعي جدا جدا جدا. انا بس اللي مش طبيعي بالنسبه لي انه مساله انك تقول حاجه وما تعملهاش، انك تقول انه ما فيش اي عقاب بعد في المؤتمر الصحفي بعدين فجاه انه اللعيب ما يتمرنش وتعاقب مش موجود. طب ما تقول انه في عقاب، ما يعني الفكره انه التاسيس على الغلط بانه يتم مداواته بالطبطبه ده غريب جدا جدا، انما مداوات الغلط بانه يبقى في عقاب زي ما انا بيبقى عندي لعيب ماشي بشكل كويس فبكافئه، فعندي لعيب بيخطئ بشكل كبير جدا جدا في حق نفسه وفي حق فرقته قدام العالم كله فاكيد لازم يكون عقاب. لهجه اللي اتكلم بيها ساري لهجه خاطئه بالمره. اوتريميتوس بيعاقب عمرو ورده بالتدرب منفردا. اوتريميتوس اليوناني اللي بيلعب له عمرو ورده كان بيلعب ايك اثينا واتغلب 3-0 علشان يخرج من كاس اليونان.
عمرو ورده كان دخل في شويه مشادات كده مع الجمهور بعد المباراه، وبالتالي ده خلى اوتروميتوس يعاقب اللاعب بالتدرب بشكل منفرد. الاتحاد الدولي بيحقق في شكوى نونت ضد كارديف بسبب اللاعب الراحل صالة. زي ما حضراتكم عارفين القصة بتاعت صالة كان في كارديف سيتي وبيتنقل على متن طائرة خاصة بيروح أو العكس أنا آسف، من نونت بيروح كارديف، وهو في الطريق بتختفي الطائرة من على الرادارات، بنكتشف بعديها أنه الطائرة أصبحت منكوبة وأنه اللاعب نفسه كمان توفى هو والطيار، وبالتالي كانت مشكله كبيره جدا جدا. المشكله احنا دفعنا فلوس او احنا ما خدناش فلوس، طب اللعيبه عندكم؟ لا مش عندنا. وفي النهايه بيروحوا الاثنين للاتحاد الدولي علشان يحقق في هذه الشكوى. عندي تقرير عن مشاهير كره القدم ما بين الملعب وما بين البيزنس، تقرير عالمي. الناس دي بتعرف تعمل ده وتعمل ده ازاي، وبيعرفوا متوهجين في ده ومتوهجين في ده ازاي. احنا عندنا مثلا مصري شعبي لطيف جدا بيقول لك صاحب بالين كذاب. صاحب بالين ده اللي هو انت بتفكر في حاجه وبتعمل حاجه ثانيه، بالين. ها ما بالك انت بقى انه الناس دي، واحد زي كريستيانو رونالدو مثلا عنده خطوط انتاج سي ار 7 دي وحاجه بالمليارات يعني، وفي نفس الوقت هو لاعب كره قدم محترف اي 1 يعني فيرست كلاس، حاجه مفيش بعد كده، اعظم حاجه في الدنيا. فبيصحى كل يوم من الصبح عشان يتمرن. تصحى ليه يعني؟ بتتمرن ليه؟ تبقى مهتم بالتفاصيل دي ليه؟ ما انا راجل خلاص، انا لو بطلت كوره النهارده مع كام انجاز اللي انا عاملهم مع الخمسه ولا سته بالون دور على كام على ثلاثه دوري ابطال اوروبا، على مش عارف كام دوري اسباني، على ما اعرفش كام دوري انجليزي، على ما اعرفش كام، على بطوله اوروبا مع لو بطلت النهارده الصبح خلاص شكرا، انا مش محتاج حاجه يعني، وماديا مش محتاج، وهفضل نجم وهعيش نجم طول حياتي على اللي انا عملته، محدش واقرب حد عشان يكسر الرقم ده هيقعد فتره طويله جدا جدا. تخيل انه كريستيانو ده بقى اللي احنا عمالين بنتكلم على قصته ده، مازال كل يوم النهارده الصبح بيصحى يتدرب ويروح يتمرن وفي الملعب يجتهد ويسجل اهداف ويزعل لو خسر، وتاني يوم وبنفس الروح دي بيشتغل في البيزنس بتاعه. طبعا شغل مؤسسي كبير جدا. الناس دي بتعمل ده ازاي؟ هنعرفه في التقرير ده، ومن بعده هنروح لفاصل، وبعديها فقرتنا المعتاده كل اربع مع اسلام صادق واحمد درويش، هنتكلم في كل ما له علاقه طبعا بقائمه اجري وكواليسها وهذه الاختيارات كيف جاءت وكيف وصلت الى اللاعبين. فقره مهمه ده تعودتوا عليها خلاص معانا في نمبر 1. خلونا نروح للتقرير ومنه الى فاصل، وبعدين كلامنا مستمر معاكم. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس وهداف الدوري الإيطالي عن انطلاق مشروع جديد يحمل علامته التجارية، وهو سلسلة من المستشفيات والعيادات الطبية المتخصصة في مجال زراعة الشعر والتجميل خلال الفترة المقبلة، والتي ستحمل شعار CR7. ليقتحم رونالدو عالم الاستثمار الطبي بعد سلسلة استثماراته الشهيرة في الفترة الأخيرة. ويعد رونالدو هو أكثر لاعبي العالم اقتحاما لمجال الاستثمار والأعمال، إذ يمتلك اللاعب مجموعة كبيرة من خطوط الإنتاج التي تحمل علامته التجارية CR7، حيث يمتلك سلسلة فنادق وخط إنتاج للملابس الكلاسيكية والجاهزة والأحذية والمجوهرات وأغطية السرير، جميعها تحمل اسمه، ليدخل فئة جديدة وهي العيادات الطبية التجميلية التي ستنطلق في العاصمة الإسبانية مدريد، وستشرف عليها خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز. وإذا كان رونالدو هو أكثر لاعب العالم استثمارا في عالم الأعمال، إلا أنه ليس الوحيد، حيث يدخل عدد كبير من اللاعبين في عالم البزنس، لعل أبرزهم مدافع برشلونة بيكي الذي يمتلك مصنع لتصنيع البرجر في كاتالونيا، وكما أسس شركة خاصة به لتصميم ألعاب الفيديو، ونالت انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية. أما زميله ليونيل ميسي فقد استثمر في إنشاء مطعم فاخر في برشلونة، كما تشارك مع زميله لويس سواريز في متجر لبيع وتصنيع الأحذية النسائية خلال العام الماضي. إنيستا الذي أنشأ مصنع لإنتاج الزيوت الطبيعية ومصنعا آخر للخمور، ويمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في إسبانيا.
فيما أسس البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي شركة تحمل اسم NR ومنح حق إدارتها لشقيقته، وهي شركة متخصصة في العمل الإعلامي وتعد من أكبر شركات الرعاية الإعلامية في أمريكا الجنوبية، وترعى عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في البرازيل والأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية. فيما اقتحم اللاعب الإنجليزي الشهير ديفيد بيكام مجال الاستثمار من أوسع أبوابه، فقد أطلق سلسلة مطاعم فاخرة في لندن ونيويورك، وأسند مهمة الإشراف عليها للشيف العالمي المعروف جوردون رامسي. كل هذا يؤكد تحول لاعب كرة القدم من مجرد لاعب إلى مؤسسة مالية واستثمارية كبيرة تضمن له التواجد حتى بعد ترك الملاعب والاعتزال. عندنا طبعا تفاصيل كتيرة وكلام مهم جدا، بس قبل ما اتكلم في التفاصيل خلوني ابارك لشاشة النهار برنامج جديد وممتع جدا حبيبة ودياب، كل يوم خميس الساعة 1 الظهر هيكونوا موجودين مع حضراتكم. الناس اللي بتحب الاكل وفي نفس الوقت عايزة ما يعني يبقى فيه رجيم وفي نفس الوقت برضو مش قادرة تقاوم مسألة الأكل، التفاصيل اللي ليها علاقة بالشكل ده وازاي نعمل أكل حلو والحاجات اللي شبه كده هتلاقوها في البرنامج ده، برنامج جديد حلو جدا جدا هيعجبكم إن شاء الله بإذن الله، وهيبقى موجود مع حضراتكم كل خميس. ببارك لشاشة النهار وببارك لحبيبة وببارك لدياب إن شاء الله بإذن الله يكسروا الدنيا. طيب خلينا بقى أرجع أكمل كلامي بقى مع حضراتكم وفقرتنا المعتادة كل يوم أربع مع الأستاذ إسلام صادق والأستاذ أحمد درويش. أستاذ إسلام أهلا وسهلا بيك، مساء الخير وخالص تعزين والبقاء لله. برحب بيك أستاذ إبراهيم والبقاء لله لمصر كلها، المصريين كلهم. حدث طبعا أليم جدا، أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يصبر أهالي الشهداء اللي توفاهم الله ويصبرنا جميعا، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يعني ما تتكررش مثل هذه الحوادث، ما تتكررش مثل هذه اي مصاب اليم بيحصل كمان لكل اخواتنا اللي بيكونوا موجودين، سواء مسافرين سواء مش مسافرين، سواء اللي على الحدود، المصريين اللي على الحدود طبعا اللي بيحمونا وبيحموا بلدنا وبيحموا أرضنا من الجيش، وسواء الأمن الخارجي أو الأمن الداخلي طبعا والشرطة. فأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ألا تتكرر هذه الحوادث، وأن ربنا سبحانه وتعالى يحمي مصر والمصريين جميعا. يعني اللهم آمين. أيضا برحب بيك أستاذ أحمد درويش، مشرفنا ومنورنا. برحب بيك يا أستاذ إبراهيم، الدوام الجاية طبعا خلص الأعزاء للشعب المصري كله، ونعزى أنفسنا إخواتنا وأبنائنا وكل ضحايا الغدر والأعمال الخسيسة، بنقول ربنا صبرنا جميعا، ربنا يحفظ مصر وأهل مصر من مثل هذه الحوادث، ربنا يصبرنا جميعا يا رب. اللهم أمين. طيب خلينا نتكلم في الموضوع الرئيسي، احنا بنتكلم على اختيارات أجري المدير الفني لمنتخب مصر، ابتدي مع عندك إسلام، وعايز أعرف رأيك إيه فيها وكواليسها كانت عاملة إزاي. طيب هي اختيارات يعني مفاجأة، وبتأكد ان الراجل يعني عايز يخرج من عباءة هيكتور كوبر المدير الفني المنتخب بفكر جديد، بان هو عنده فكر احلال وتجديد للمنتخب الوطني. لكن انا يمكن طبعا الاسماء اللي موجودة اسماء جديدة، وانا بتكلم على العشرة اللي موجودين او الحداشر اللي موجودين اللي هم الجدد. عجبني كمان ان في فرصه للولاد الصغيرين عبد الرحمن مجدي، عمار حمدي، الاسماء الجديده اللي موجوده. لكن انا هتكلم كمان على الاسماء اللي ما تمش اختيارها، زي كريم نيدفيد، زي عبد الله السعيد، زي يوسف اوباما. يمكن عبد الله السعيد في علامه استفهام كبيره ان هو ما يكونش موجود، نفس الامر بالنسبه
لكريم نيدفيد. الاثنين ظهروا بشكل مميز جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت. مش وارد يكون عبد الله مستبعد والراجل هياخده بعد كده في المعسكر اللي جاي اللي هو قبل البطوله ولا؟ هو من فتره كبيره كان في كلام على ان عبد الله سعيد ممكن ما يكونش موجود في المنتخب الفتره اللي جايه بسبب كان اللغط بتاع توقيعه للزمالك وتمديد بعدين تمديد عقده مع الاهلي القصه دي كلها. فكان يعني ما اعتبر داخل اتحاد الكره من مجلس الاداره من المسؤولين ان كان في عدم تركيز قبل كاس العالم وكان في تاثير سلبي على ادائه في المونديال وبالتالي جه من هنا ان كان في تحفظ على التواجد. يمكن في بعض من اجري على فكره اشاد بيه واشاد بمستواه لكن في نفس الوقت ناس من الجهاز الفني كانت يعني بلغت المسؤولين في اتحاد الكرة بالامر دوت واعتقد ان القرار قرار تحديدا عبد الله السعيد قرار اجري نفسه مش قرار اجري نفسه مش قرار مش قرار اجري نفسه مش قرار اجري نفسه. طيب برضو نفس السؤال يا استاذ احمد الاختيارات ورايك فيها ايه وكواليسها؟ يمكن امبارح واحنا على الهواء مباشره بنسال اللعيبه رايك ايه انضمامك لقينا اغلب اللعيبه وهي بتتسال لا بيقول لك احنا ما كناش عارفين وفوجئنا بيها من وسائل الاعلام. رايك ايه في الموضوع؟ طيب اتفق مع اسلام في حاجه ودي ممكن تبقى المره الاخيره ان احنا ممكن نتفق فيها. خلينا نتفق النهارده. فكره خروج اجيري من عباء كوبا ده هو مصطلح صحيح جدا في تفكير الراجل والجهاز الفني اللي معاه، ولكن انا معلوماتي تواجد بعض اللاعبين في معسكر منتخب مصر بس استناني للاخر. هسيبك والله براحتك. لاسباب تسويقيه. لاسباب تتعلق بوجود ميشيل سجادو في منتخب مصر. وبعض اللاعبين الجدد اللي تم ضمهم المنتخب هيتم توقيعهم مع احد الوكلاء المنتمين لسجادو، هو وكيل مصري ووكيل بعض اللاعبين المحترفين المصريين في الخارج. ده كلام خطير. انا بقول كلام وعايز تثبت كلامي مع الايام اما تشوف اللعيبه دي موقعه مع هذا الوكيل وبيحترفوا عن طريق سجادو، وانا بقول لك اسماء منهم معظمهم ثلاثه صغيرين ثلاثه صغيرين. اللعيبه دي هتبقى موجوده مع الوكيل ده ومع سجادو. تتكلم في 25 اسم 25 اسم ده عند اعلان القائمه النهائيه لمنتخب مصر 40 45% من الاسماء دي هيبقى موجود منهم. الاسماء دي مش هتبقى موجوده. قناعاتي الشخصيه انا مختلف جدا جدا مع فكره تجديد الدماء بهذا الكم في هذا الوقت الضيق. انت بتتكلم ان انت ده يعتبر المعسكر الاساسي قبل كاس الامم في كاف 6، انت خلاص مفيش وقت. فلما بتضخ بهذا الكم وهديك مفاجاه كمان. ست اسماء هقولها لك بالترتيب كده تم استبعادهم في اللحظات الاخيره وتمت المفاضله ما بينهم. اسلام عيسى لاعب النادي المصري، احمد مودي، احمد حمدي، عبد الله جمعه، رجب بكار. رجب بكار ده يعني قصه لوحده. رجب بكار بالارقام هو تاني افضل لاعب في بيراميدز بالتحديد بعد قدوم عبد الله السعيد. يعني حاجه كده باك يمين ما حدش اختلف عنه. واخيرا محمود حماده لاعب الانتاج الحربي اللي هو موقع للنادي الاهلي. ده تم استبعادهم في اللحظات الاخيره لصالح احمد ابو فتوح، لصالح عمار حمدي، لصالح عبد الرحمن مجدي، لصالح احد المحترفين هو علي غزال ما كانش اصلا في الحسبان في المعسكر ده. ولكن الحسابات اتغيرت الاسباب دي. كان في انقسامات ولكن الرأي الأخير دايما في الجهاز المنتخب لأجيري. عمال تفجر ها؟ أنا بقول لك كلام نتفق عليه. اديني بس إيه دقيقة كمان في القصة دي. أجيري في أول قدوم منتخب مصر أول معسكرين كان هاني رمزي المساعد الثالث في المنتخب دورا كبيرا في اختيار الأسماء بحكم أنه المصري الوحيد المتواجد صاحب المصري الوحيد من الجهاز الفني بعيدا عن كابتن أحمد ناجي حراس المرمى. ماشي ماشي. وكان له تعظيم في الصلاحيات. أصبح أجيري وتيتو جارسيا هما الأهم بالإضافة إلى صاحب تشافي المعد البدني. تشافي المعد البدني وعلى فكرة تشافي ده من الأسباب الرئيسية اللي أدت في تقريره لعدم وجود كهربا. تشافي هو اللي قال إن كهربا بيفقد تركيزه مع الجماهير ومع الإشارات وبيرمي ودنه بره. ده من ضمن الأسباب اللي عجلت بعدم وجود كهربا في المعسكر ده. أخيرا قرار استبعاد عبد الله السعيد من منتخب مصر
انا بفكرك عبد الله السعيد لو سليم ومتعافى في كاس الامم الافريقيه سيكون اهم الاعمال الموجوده، ولكن ده مش قرار مدير فني، ده قرار اتحاد كوره. طيب ايه بقى قرار اتحاد كوره؟ قرار هنا بوريدا. ليه بقى؟ عشان خاطر الاسباب اللي انت قلتها كده؟ عشان هو مش مركز؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه، اصل انتوا ايه اختلفتوا في حاجات واتفقتوا في حاجات في بس تمام. لا يعني احنا متفقين لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي تمام على نفس الوتيره ماشي. لا عبد الله السعيد هو قرار هاني ابو ريده، ما انا قلت لك انا عايز اقول لك ان هاني رمزي لما عرف ان اجري بيفكر في عبد الله السعيد وفي ضم عبد الله السعيد راح بلغ المسؤولين في اتحاد الكوره علشان ما يكونش في ضم عبد الله السعيد. مين يا فندم اللي راح بلغ؟ هاني رمزي. عادي ده طبيعي لان اجري هو واخد قرار، يعني برضو كان في مشكله ما بين هاني رمزي واجري خلال الفتره اللي فاتت، لان رشح هاني رمزي احمد علي للمنتخب. ايوه واحمد علي وهاني رمزي بلغ احمد علي انه هيكون موجود في المنتخب واجري رفض. وعايز اقول لك ان ده على نفس الوتيره برضو اللي بيتكلم فيها احمد في تقليص لصلاحيات هاني رمزي. يعني على فكره ده من فتره كبيره جدا، بس الراجل انا عايز اقول لك مش كويس برضو اسلام كوبر ما كانش محدد مين المدرب العام في جهاز المنتخب الوطني السابق. أجري محدد مين المدرب العام في العقد. والله اللي هو تيتو؟ تيتو اللي هو تيتو جاسيتو. هو اوضح بس حاجه، هو فانتا انا كنت معاه في احد السفريات في اعتقد في الكويت او في تونس، فكان في دعابه كده فبيقول انتوا اعلامي مصري بتتعاملوا معايا كاني مش موجود. وان فانتا ده كان هو رقم اثنين، لان احنا دايما كنا بنقول معانا كابتن اسامه نبي المدرب العام لمنتخب مصر، رغم ان كوبر كان من مدرسه الشورى والراي عكس اجيري صحيح. فكوبر كان معاه خمسه، وحتى في القايمه النهائيه 23 اللي سافر كاس العالم لحد اخر لحظات كان في اختلاف على محمود عبد العزيز على شيكابالا اللي تم التصويت ليه 3-2 وقتها، ففكره الجماعيه والتصويت كانت عند كوبر اعلى. طيب. اما اجري فقصه مختلفه. بس انا بكلمك فانتا ما كانش محطوط في عقد كوبر ان هو مدرب عام بشكل واضح، عشان كده يعني لما تطلع تقوم قايل ايه معانا اسامه نبيه المدرب العام ما فيش مشكله يعني. لكن هنا العكس، الراجل محدد من اول يوم في العقد ان عنده الرجل الثاني هو. طيب هو انت متفق او مختلف على فكره احمد علي يبقى موجود في المنتخب؟ لا بص انا فكره ان هو يكون موجود او مش موجود دي لازم اشوف مع المنتخب، انما ان انا ابص عليه مع المقاولين العرب بيلعب المقصه بيلعب الداخليه بيلعب الزمالك بيلعب الاهلي الوضع مختلف، المباريات المحليه غير. انا دايما بميل لفكره ان اللاعب يكون من لاعبي المنتخبات الوطنيه على مدار يعني كان المراحل السنيه ناشئين شباب، وزي احمد فتحي مثلا ما تيجي تبص لاحمد فتحي وحسن عبد ربه الاسماء اللي هي كانت موجوده في منتخب الشباب والناشئين من فتره. فانت انا دايما بميل لي ان هو يبقى عنده خبرات دوليه او عنده ثقل في الخبرات الدوليه. قدر ان هو بقى يكمل دوت مع المنتخب الاول ماشي، ما قدرش ان يكمل ممكن برضه يكون يوصل لمرحله سنيه اكبر فما ما يحققش المفروض المطلوب منه مع المنتخب الاول. عموما هرجع لك بس لفكره عبد الله السعيد. اتفضل. جزئيه ثانيه ان عبد الله السعيد في تحديدا يعني برضه اختيار شارط القياده دي ما بتكونش للجهاز الفني وبس. لا ده اتحاد الكوره او تحديدا هاني ابو ريده المشرف العام على المنتخب ليه دور كبير فيها. عشان كده من هنا ده سر تواجد احمد المحمدي ان يكون بيرتدي شارط القياده. هو بقى شايف هنا بريدة ان يصلح ان ان احمد المحمدي هو الاجدر بقياده شارط القياده عشان في حد معين ما يرتديش شارط القياده، دي حاجه تانية، لكن ده السبب الرئيسي لوجود احمد المحمدي خلال الفتره اللي فاتت. اختيار الشاره مين اللي يرتدي الشارة ما بيكونش اختيار المدير الفني
تحديدا. طيب على وبس يبقى على كلامك كده وعلى كلام احمد، اذا المهندس هاني ابو ريده هو برضو المدير الفني لمنتخب مصر مع لا الراجل؟ لا مش كده خالص. انت بتقول لي اختيارات لا فنيه لا لا وقلت لي كابتن لا لا فريق في قرارات في قرارات اداريه القرارات الاداريه اختيار لاعب مش قرارات اداريه لا في قرارات اداريه معينه خاصه بمين يكون القائد. مش بتكلم على الكابتنه لا بتكلم على اختيار لعيب لا اختيار ما لا ما خلي بالك لعيب. انت النهارده لما بيبقى في النهارده الكهرباء لما تم معاقبته في نادي الزمالك كان قرار من الجهاز الفني ولا من الاداره؟ كهرباء اخطا خطا واضح ماشي من الجهاز الفني ولا من الاداره؟ من الاداره طبعا. فهنا بيبقى في احيانا قرارات من الاداره الاداره مين المشرف العام مين المسؤول تمام ده هاني ابو ريده وبالتالي في قرارات اداريه القرارات الاداريه ديت ممكن بيكون شايف المشرف العام على المنتخب خلال الفتره ديت ان ممكن وجودك او في عقوبه معينه لازم تاديها ممكن بقى يجي المدير الفني بعد كده زي ما قال لك درويش ان وجود عبد الله السعيد في امم افريقيا شيء مهم جدا جدا عبد الله السعيد عامل تاثير سلبي انا قلتها قبل كده وبقولها تاني في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا على المستوى الفني وبالتالي هو لعيب مهم جدا وانا بشوفه لغايه دلوقتي هو افضل لاعب في مصر وقلت لك قبل كده ان بعد الضغوط اللي تعرض ليها فكره ان هو ما يكونش موجود في المنتخب الوطني ففي علامه استفهام كبيره جدا على عدم وجوده. صحيح. طيب ده كلام مهم جدا جدا. انا بس في الجزئيه بتاعه المهندس هاني ابو ريده اللي انا عارفه من خلال الفتره اللي هي كان فيها كوبر مديرا فنيا للمنتخب انه الكابتن هاني رمزي كان حتى لا يطلع على الاسماء المتعلقه بكل اللعيبه اللي موجوده ولا حتى التشكيله وهو موجود في بطوله امم افريقيه ولا حتى في كاس العالم ولا كان حتى بيبقى مهتم يعرف مين هيشارك او مين ما يشاركش. لكن زي ما الاساتذه ما بيقولوا القرارات ممكن تبقى الاداريه او المتعلقه بلعيب او اتنين بشكل او باخر اللي تكفل للمنتخب الهدوء او الاستقرار انجاز التعبير من وجهه نظر. خلوني اروح لتقرير وبعد التقرير اروح لفاصل وارجع اكمل كلامي مع اسلام صادق واحمد درويش. اتفضل. عايز اقول لك ان الاختيارات عمرها ما ترضي كل الناس لابد يكون في خلافات لكن طبعا في اسماء انا شايف انها تم انضمام على سبيل المجامله وللاسف برضو المجامله ما زالت طبعا مجاملات يعني لاعب زي لاعب نادي الزمالك الصاعد المعار اللي لعب 30 دقيقه احمد ابو فتوح اعتقد ما عندوش الخبرات الكافيه في الوقت اللي انت بتتجاهل فيه عبد الله جمعه اللي عامل سيزون عالي جدا عامل مستوى اكتر من رائع ما اعتقدش برضو مدرب بيفكر او عايز يكسب بطوله يتجاهل اختيار لاعب زي عبد الله السعيد عبد الله السعيد عنده كم خبرات غير عادي هل في ضغوطات على المدرب هل في حد بيتدخل في التشكيلات هل في توصيه هل في وصايا على قرارات عبد الله السعيد ده يعني ارضاء للاهلي طب يعني اوباما يعني لعدم ارضاء مثلا رئيس نادي الزمالك ولا انا مش فاهم لا الاختيارات في عليها كروسات وعلامات استفهام كتير احنا في النهايه هندعم اجري وهندعم كل جهازه المعاون وهندعم اي عدد من اللاعبين يختارهم المدرب لكن احنا بصفاتنا نقاد او مراقبين من حقنا نسال مين المسؤول عن الاختيارات بشوفها ان هي جيده بشوفها ان هي جهاز فني بيحاول ان هو يوجد عناصر جديده يجرب مجموعه تقدر ان هي تلعب على مستوى الدولي الاحتكاك الدولي يمكن يعني ثلاث ارباع اللي موجودين مش بيلعبوا اهلي وزمالك ما بيلعبوش احتكاكات افريقيه او بيلعبوا احتكاكات دوليه هدف من ضمن الاهداف بتاعت الجهاز الفني ان هو يدخل بعض اللاعبين في الانسجام الدولي وان هم يلعبوا على مستوى الدولي ويشوف هل حد يقدر ان هو يكمل معاه ده اعتقد ان دي مكسب بالنسبه لمنتخب مصر ودي رؤيه كويسه بالنسبه للجهاز الفني ممكن المعسكر ده هيبقى ده استثنائي بالمجموعه اللي هي موجوده الجديده لكن فيما بعد اعتقد ان المدير الفني والجهاز الفني المعاون هيبقى عنده هيكله او عنده العدد الكبير من اللعيبه اللي نقدر ان هو ان شاء الله يستعد بيها لكاس الامم الافريقيه ان شاء الله. والله الاختيارات بالنسبه لنا كانت مفاجاه شويه بس هو واضح ان الراجل مركز ان هو يطلع من المجموعه ديت
الناس اللي هو حاططها في دماغه اساسيين يضمهم على المجموعه الاساسيه. واعتقد ان هو الماتش النايجر طبعا ماتش تحصيل حاصل، وماتش نيجيريا ماتش ودي، فهيشوف هو كام واحد عايز يشوفهم في الملعب، يشوفه في الماتشين. يعني اعتقد ان هو القايمه كلها يعني هيختار منهم خمسة او اربعة للقائمة بقى الاساسية اللي هو هيلعب بيها. والله يعني انا شايف اختيارات اجري عليها تحفظات كبيرة وفيها مفاجآت كبيرة. انت راجل قررت ان انت تريح بعض العناصر الاساسية، تجرب لعيبة جديدة، ماشي كلام جميل، بس اختيارات العناصر البديلة للعناصر الاساسية بعد ما ريحت صلاح وحجازي والمحمدي، فين احمد علي؟ فين عبد الله جمعة؟ فين حسين السيد؟ انت جايب احمد ابو الفتوح اللي بقى له 3 ماتشات في سموحه، عمار حمدي لعب ماتشين 4 ماتشات مع الاتحاد ما كملش 500 دقيقه. انا شايف الاختيارات عليها تحفظات كبيره، بس يعني كلنا لازم نبقى داعمين للمنتخب في الفتره دي. الراجل هو اضرب اللي هو محتاجه، ممكن يكون ليه رؤيه فنيه، فنستنى المعسكر ونشوف ايه النتائج منه ان شاء الله. استاذ احمد، حضرتك رميت في وشي كذا قنبله، قلت لي انه في لعيبه مختارينها علشان التسويق وشركه ومثال ميشيل سالجادو، قلت لي كلام مهم جدا جدا، انا سبتك تسترسل فيه انما ما وقفتش عند كل حاجه منها. يعني انا هفهم كده انه المنتخب التعامل معاه بيبقى بشكل غلط ولا ايه؟ وانه كان في لعيبه تستحق الانضمام ما انضمتش عشان تنضم لها، تنضم للمنتخب لعيبه تانية عشان يتم تسويقها؟ هل المنتخب يعني الفاترينا اللي بتستخدم في التوقيت ده؟ تصريحات ثلاث لعيبه منهم معاك انت وبعض البرامج التانية او في وسائل اعلام اخرى عن المفاجأة، انا عرفت من وسائل اعلام، انا عرفت الصبح، انا لعبت ماتش واحد ومستغرب ان انا انضميت المنتخب، بتقولك قد ايه في علامات استفهام. في لعيبة بلغت انها في حسبان منتخب مصر زي احمد علي، ده واقعة صحيحة جدا، احمد بيتبلغ مرتين قبل كده. نقول الناس بس ان احمد علي 32 سنة، بينه وبين طارق حامد سنة، يعني فوق حاجز ال 30. اصل احنا مش معنى لعيب انه عدى 30 سنه يبقى زي الخير فنقتله. ده جماعه ده لعيب كوره. طارق حامد فوق ال 30، علي جبر فوق ال 30. وبمناسبه فوق ال 30 احنا قلنا عبد الله السعيد هيبقى موجود في منتخب مصر في الامم الافريقيه، طالما قادر هيبقى موجود. المفاجاه بقى بعد عوده احمد فتحي ومشاركته لمنتخب مصر، سيعود احمد فتحي الامم الافريقيه. بعد مشاركته مع الاهلي تقصد؟ قرار فني، قرار اتحاد، سيكون احمد فتحي هو قائد المنتخب طالما سليم ويشارك، سيكون هو قائد منتخب مصر في كاس امم افريقيه. ان في حاجات كده هتتم وقتها، لسه انت بتتكلم دلوقتي انا بقول لك في اول كلمه 45% من اسماء المختاره من 25 هم هيكونوا في المعسكر مع عوده صلاح، مع حجازي، محمدي، وجود ناس كتير جدا 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 هترجع تاني وضعها الطبيعي. انما الفكره في ان في ناس اتظلمت بالفعل. اختلف مع اسلام صادق، احنا لسه ما اتكلمناش في حاجه. اسلام بيقول احمد علي مش لعيب منتخبات. ايوه، طب ما انت عندك محمد الشناوي. مش احمد علي بس خلاص، مش هيسيبك بقى، مش انت اختلفت، انت هتعقب بعد ما خلص بس. ماشي، بيقول في لعيبه مش لعيبه منتخبات. ما تحطش كلام على لسان انا. طيب قلت ايه؟ في لعيبه مش لعيبه منتخبات، ما تربطش. انا بقول لك لازم نشوفه في فرق. بص انت خدت الجمله زي ما دي. نرجع بقى، نرجع، لازم نشوفه الاول مع المنتخب. طيب، علشان نحكم عليه. طيب ماشي، هو فعلا هو مهاجم. قال انا مش هحكم عليه، قال انا مش هحكم عليه في ماتش المقاولين. طيب، قدام المقصه قال كده بالظبط. عايز تعمل ازمه مع احمد علي. انا احمد علي صاحبي جدا، بس انا بكلمك في الواقع. انا ما قلتش ان هو مش رسميه. ماشي، في مركز خطير جدا في حراسه مرمى منتخب مصر لحارس اسمه محمد الشناوي، او مباراه رسميه في بطوله كف كاس عالم، كف كاس عالم، وخد مان اوف ذا ماتش، رجل مباراه. فاذا وهو عنده كام سنه الشناوي؟ انت بتعمل عندك طارق حامد نفس القصه. انت بتحسب على حاله يا طارق حامد درويش. نفس القصه، 2007 كتب المشاركه الاولى في بطوله افريقيه مع منتخب مصر، وبقى دي حالات استثنائيه. اهم لاعب
اديك حالات بس ما انا هكمل اديك حالات بتتكلم على بتكلم في 35% من قوام منتخب اساسي. لا انا مين زي محمد الشناوي زي علي جاب زي طارق حامد ما دي كلها اسماء. معلش اسلم من فكرتك اوصل فكرتي وبعد كده ما فكرتك وصل اذا كان انت فكرتك مقومها على حاجه غلط. لا مش غلط. طب انا ما قلتش ان احمد علي لعيب منتخبات. اسلام اسلام معلش خليك كمل. لعيب منتخبات ممكن كلامك يبقى معايا عشان خاطر نعرف اعرف ادير الحوار من فضلك. فكره ان لعيبه ممكن تدخل منتخب مصر في سن كبيره تضيف تبقى حاجزه مكان اساسي. قلنا محمد الشناوي قلنا طارق حامد قلنا علي جاب هو كان في 30% من 11. محمد الشناوي اقترب من 30 سنه ده وقت ما لعب 30 سنه برضه هنتكلم من 7 طيب شهور يعني كاس عالم يعني محمد الشناوي يعني خلاص محمد الشناوي عايز تقول انه الحكم على احمد علي الحكم على احمد علي 32 سنه مش حكم قايم مش حكم سن. وعلى فكره انا ما قلتش احمد علي احمد علي تم سبق ليه ان انضم لمنتخب مصر اخباره مرتين. انا بس عايز اسال في جزئيه. ماشي خلاص الجزئيه دي وضحت. رجب بكار ليه لم يشترك؟ انت قلت نقطه مهمه جدا انا بتهيألي يعني رجب بكار لو بيلعب في فرقه زي فرقه الاهلي او بيلعب في فرقه زي فرقه الزمالك الراجل ده كان انضم فعلا فعلا من عناصر مميزه. وانا بحييك ان انت اخدت بالك من الجزئيه لانه فعلا انا بتفرج عليه في ماتشات بيراميدز. مع احترامي وعمر جابر خبر اعلان القايمه وانضمام عمر على حساب رجب اثار دهشه المسؤولين جوه نادي بيراميدز نفسه. لأن رجب كانوا متوقعين بنسبة 100% أنه هيتم اختياره لأسباب مشاركته أساسياً. مفتاح لعب بيمثل جناح الفريق وليس ظهير أيمن. عنده حلول هجومية كتير جداً بيعرف يعمل تغطية عكسية. عمر جابر برضه للأمانة مش كويس جداً يعني. عمر بدأ يشارك كظهير أيسر وبدأ يشارك كجناح كظهير أيمن في الفترة الأخيرة. ولكن الغلبة والاستقرار والدوام والثبات كان مين من البداية؟ كان رجب بكار. كويس. عشان كده بنقول أن أما في بعض العناصر تم استبعادها مفاجأة في اللحظات الأخيرة لأسباب أنا بقولك الأسباب والأيام الجاية هتثبتها الكلام. وخلينا فاكرين لما إن شاء الله نقعد الأعداد في شهر 6 نقول فاكر قائمة مارس الـ 25 اسم كان فيهم مين راحوا فين وبقوا فين. خلينا نفتكر بس إن عبد الله السعيد ماشي. خلينا نفتكر إن أحمد فتحي. خلينا نفتكر أأكد تاني في حال مشاركته أساسية وعودته من جديد وليد سليمان أمامه فرصة كبيرة للتواجد مع منتخب مصر. وليد سليمان فكرة الاعتزال الدوري لن تثني المسؤولين والجهاز عن ضمه في الوقت المناسب. طيب أستاذ إسلام عندي سؤال فيما يتعلق بدور محمد صلاح في المنتخب. مش بتكلم على الدور الفني أكيد بتكلم هل الناس بترجع له في قرارات فنية معينة؟ يعني دايما لما بيكون عندك نجم كبير جدا مثلا يقال او على حسب ما بنسمعه كريستيانو رونالدو بيتم يعني مناقشته في اللعيبه اللي تبقى موجوده الانتدابات اللي تبقى موجوده. هل ده بيحصل مع محمد صلاح فيما يتعلق باختيار اللاعبين اللي تبقى موجوده في منتخب مصر ولا ده ما بيتمش؟ طيب خليني اكد بس على كلام درويش ان فعلا احمد فتحي هيكون موجود وعبد الله السعيد في امم افريقيا وكمان ضيف عليهم كهربا. كهرباء التلاتة دول. وانا ده موضوع انا كنت كتبته في المصري اليوم من حوالي شهر تقريبا او شهر طب انا هفهم احمد فتحي كويس وهفهم عبد الله السعيد كويس بس كهرباء في ضوء الـ 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 الاخبار اللي بيقولها دلوقتي احمد في جزئيه انه هم عندهم قناعه ما عندوش تركيز شويه في التعامل مع الجمهور الوضع الحالي هو بيتكلم على الوضع الحالي بس مش عموما انا بتكلم على المرحله الحاليه على المستوى الفني. لو قطعتني تاني بقى يعني انا بمنعه اقطعك انا بمنعه اقطعك بس ما تقولش ان فكرتك ان الجهاز ضد كمل فكرتك ضد الكهرباء عموما يعني كمل فكرتك يا استاذ اسلام. لا هو انا قاطع انما درويش ما ينفعش يقاطع يلا اتفضل. خليني اقول لك ان كهربا هم مقتنعين بيه فنيا جدا وبتاثيره الايجابي فنيا في الملعب مع نادي الزمالك. كويس. لكن الجزئيه اللي قالها درويش دي جزئيه صحيحه اللي هي خاصه ب الانشغال مع الجماهير والانشغال بالسوشيال ميديا عموما. على فكره هم بيتابعوا كمان اللاعبين على السوشيال ميديا وبيشوفوا مدى تاثرهم بالسوشيال ميديا. قصه محمد صلاح لا هو محمد صلاح ما بيحبش يتدخل في القصه دي وما بيحبش يكون متداخل مع من ايام كوبر. هو كان في خلاف بينه وبين كوبر يعني معروف بشكل كبير لكن يمكن العلاقه انا يعني عايز اقول لك ان صلاح اول حاجه سالها عن اجري هو بيتكلم انجليزي ولا وفرح جدا ان هو بيتكلم انجليزي عشان علاقته بقى بيه مباشره لان دي اللغه كانت سبب رئيسي في الخلاف ما بين دي نقطة كوبر مهمة دي.
ما بين كوبر ومحمد صلاح، لان اللي كان بيتنقل لكوبر عن طريق اللي بينقله ماشي، هو راح يعني مشي مع اللي مشوا، ما كانش بينقل كل حاجه. تضحك ليه يا استاذ درويش؟ الكلام ده صح؟ كمل. بس صح صح صح، اصل اللي كان بينقله واللي مشي مع اللي مشوا هو اللي كان بيسرب له الاخبار اللي انت كنت بتقولها في قناه تاني. خالص خالص، خلينا في موضوعنا. بس هو مهم جدا تبقى عارف، لا اصل انا بتفق في حاجه الناحيه الثانيه مين مصادره. انا اسف مش حضراتكم معايا في البرنامج، مش انتوا مصادر بالنسبه لي صح، وبتجيبوا لنا اخبار واخبار مهمه صح؟ طبعا، ما انا برضو عندي مصادري صح؟ طبعا اكيد. طيب طبعا. انت لا بس انا بتكلم يعني الراجل بيشتغل شغل مميز وده كان حقه يعني وقتها. بس فبقول لك فاللي كان بينقله بس هو ما كانش بينقله هو. لا لا، كنا شركاء، كنا تيم واحد يشد واحد. هو عموما الكلام غلط لكوبر وكان سبب رئيسي في خلافه مع محمد صلاح، عشان كده بقول لك اول حاجه سالها صلاح الراجل بيتكلم انجليزي ولا، وببسط جدا هو الراجل بيتكلم انجليزي. عندك حاجه عايز تقولها في موضوع الملف المنتخب ده؟ عندي اخر حاجه. اتفضل يا فندم. تاكيدا بس كلام اسلام انا مش مختلف معاه، بس عايز اضيف حاجه. اتفضل. مع بدايه تواجد اجيري في منتخب مصر، احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره بارزين جدا اقترح على المهندس هاني بريده ان محمد صلاح هو بقى قائد المنتخب. اقترح على محمد صلاح، ومحمد صلاح شخصيا رفض. والمهندس هاني ابو رده ما كانش معارض الفكره. معارض الفكره. قال ده قرار لاعب وجهاز فني. بس محمد صلاح من النوعيه اللعيبه اللي بيحسب خطواته جيدا. بالظبط. وعارف ان ده لما اتقال بدعابه وقت وجود الحضري شاف ردود الافعال وحس ان المنتخب هيبقى منقسم ما بين معارض ومؤيد. خصوصا الحضري برضو كان وقتها ليه قوة داخل المنتخب ومع اللعيبة، وصلاح ما كانش عايز يشغل دماغه بفكرة ان انا اروح ابص على وضع لعيبة واعمل وخالي في فترة ما يعني. ولكن محمد صلاح رفض الفكرة والموضوع اتقفل نهائيا. فكرة ان المنتخب حاليا قائد، اتفق في نقطة المحمدي لحين وجود اللعيبة الكبيرة اللي انا بقولك في وقت مناسب. خلي بالك هو محمد صلاح ذكي جدا. هو المنتخب، هو منتخب مين؟ يعني منتخب مصر، منتخب مصر بقيادة محمد صلاح. فهو يعني إعلاميا وعالميا تقصد هو واخد الدور بتاعه كده كده اوريدي. بالظبط، مش محتاج لحاجة تانية، مش محتاج شارة. وأحيانا القيادة ما بتحتاجش شارة تتعلق على الكتف. على الكتف. لكن في نفس الوقت أحمد المحمدي، أنا سألت أكتر من لاعب كمان، بيشيد دوره بحقيقة كقائد للمنتخب. يعني اختيار برضه هاني أبو ريدة تحديدا هو كان اختيار صائب جدا. وده الدور اللي كان هاني أبو ريدة عايز حسام غالي يلعبه وقت ما كان انضم حسام غالي للمنتخب الوطني. كان بيشوف فيه ان هو القائد، لولا بقى طبعا الخلاف اللي حصل كان وقتها مع أسامة نبي. طيب نقفل ملف منتخب مصر، بس هسأل سؤال أخير وتجاوبوني إجابة سريعة عشان نخش على ملف نادي الزمالك. بنسبة قد إيه راضي عن الاختيارات الفنية لجري؟ 80%. بنسبة قد إيه؟ 45%، 50% بكتير. طيب تعال نروح بقى لملف الزمالك. هل نادي الزمالك عنده لسه فرصة كبيرة في التأهل في البطولة الكونفدرالية، ولا الموضوع بقى صعب؟ بص، كرة القدم فيها كل شيء. فكرة ان انت تقول النهاردة ان نادي الزمالك ما عندوش فرصة، لا، نادي الزمالك عنده فرصة. نادي الاسماعيلي اللي عنده فرصة صعبة جدا في دوري الابطال، وهيلعب في الجزائر يوم الحد اعتقد، عنده فرصة. انا يعني ما بعترفش بفكرة ان انت تنهي، وبالذات مع الفرق الكبيرة، مع الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي. اسماء خلي بالك، الاهلي والزمالك والاسماعيلي ودرويش سافر وحضرتك سافر، ليهم يعني ثقل كبير جدا في افريقيا وفي الوطن العربي. وبالتالي فكره ان انت النهارده ممكن يحصل اي نتيجه ايجابيه في الثلاث مباريات المقبله، لازم تكسب الثلاث ماتشات الجايين. انا بقول لك، انا ما انا بقول لحضرتك الزمالك عنده فرصه، عنده الامكانيات، عنده القدرات.
نسترجع لاخر 5 دقائق، ودي بقى الازمه اللي انا عايز اقف عندها، لان الناس يعني بتحمل كل المسؤوليه لجروس المدير الفني لنادي الزمالك. لا بشوفه واحد من افضل المدربين اللي جم في الفتره الاخيره. لا بص، في ماتش الزمالك وطلاع الجيش بعد جول التعادل الثاني، اداء اللاعبين والحماس، ووصلوا 3 مرات في 5 دقائق لمرمى طلاع الجيش، رغم ان هم في الشوط الثاني يعني كانوا بيتعاملوا بحاله في لا مبالاه، الا بعد ما شعروا بالخطر. نفس الامر في مباراه بترو اتلتيكو، ده تكرر برضو نفس الامر، ان بعد ما دخل فيهم جول بدأوا يتحركوا ووصلوا للجول اكتر من مرة، طب انت فين طول 90 دقيقة؟ فاذا هنا الامور اللي الناس بتكلمك ان هي بتحمل المسؤولية كلها للراجل المدير الفني، ده غير يعني غير سليم تماما، لان احيانا في دور للاعبين، ودايما دور اللاعبين اكبر صحيح. من دور هو اللي بينفذ ذاك الملعب. انت في 5 دقائق بتوصل للمرمى المنافس، سواء هنا او هنا محليا او افريقيا، 3 مرات في 5 دقائق. اذا الفرص قائمه بشكل كبير جدا طبعًا. جدا بالنسبه للنادي الزمالك بشرط الاجتهاد. كهربا قصته هتمشي ازاي؟ وشايف من وجهه نظرك الربط بقى المتعلق بكهربا، طب هيبقى موجود، طب العقوبه، لا مش هتبقى عقوبه، في محاولات، اشرح لي الموضوع من الكواليس. كهربا عنده جلسه بكره الساعه 2 مع محمود خالد المستشار القانوني للزمالك. ما تم اختياره دي جلسه لمجرد ان انت فايته حضرت تشرب شاي يعني. عملت كده ليه؟ حاجات بشكل ودي. ما تم اختيار اللاعب بيه اللي انا بقولك عليه. ماشي. في تمرين الساعه 3:30 قد يشارك محمود كهربا في التمرين بعد الجلسه. انا بقولك النهارده كهربا كان في الجيم في نادي الزمالك بيتمرن. هو الراجل شغال على نفسه، ملوش اي دعوه، وامتثل وهيروح بكره التحقيق. كويس. قد يتعلق الامر من ضمن حاجات باعتذار مصور مع رئيس نادي الزمالك، وجه كلمه يقول ان انا اخطات، ما كانش ينفع اعمل كده في حق الجماهير اللي هو كهربا شايفها بجماهير مندسه، مش دي جماهير نادي الزمالك. وفي حال انهاء القصه بكره كهربا هيكون من ضمن الناس اللي هتسافر مع الزمالك يوم الجمعه في ماتش بترو اتلتيكو. وان كنت اتمنى شخصيا عدم مشاركه كهربا في المباراه، لان اللاعب بيعيش ضغوط نفسيه كبيره جدا جدا، ومباراه صعبه، شايف ان الجماهير متحامله عليه، فقد يعني هيشيل الشيله من الاخر، خايف ان هم يشيلوه الليله. انه شايف ان في تحامل. انت اللي قلقان عليه. انا شخصيا. انت اللي بتقول انه قلقان عليه، ولا هو اللي شايف؟ وهو شايف كده. هو شايف كده. خصوصا ان كهربا النهارده، انا بقول لك خبر حصر اهوت، تلقى مكالمة من مسؤولي أهل جدة السعودي بيجسوا نبضه، بيبلغوه إنهم عايزينه لو أنت موجود ليك رغبة، أنت في شهر 6 بعد نهاية عقدك مع الزمالك، كهربا بينتهي عقده الرسمي وقانوني مع نادي الزمالك. ده على مسؤوليتي في شهر 6، ولم يتم توثيق العقد في شهر 6، وكهربا قال لهم إننا في مارس اللي جاي، يعني نهاية مارس ده، لو ما اتفقناش على مقابل اللي انا عايزه، اللي هو يتناسب مع امكانياتي كاني لاعب انتوا هتشتروه من بره، انا همشي في شهر 6. فهو عنده ازمه. كمان ضيف على كده ان نادي الزمالك الفتره اللي فاتت ابراهيم، انا كنت اتكلمت واسام عرضني في فكره عدم الكنترول او السيطره على اللاعبين في تصرفاتهم اثناء المباريات، وده ظهر وضربنا امثله. ده ظهر تاني. كابتن رضا عبد العال اتناقش في الجزئيه دي، اتكلم فيها. وضربنا تاني اوباما، وضربنا تاني مع كهربا، وضربنا تاني. عايز تقول قصه إيه؟ محمد ابراهيم. عايز تقول ايه؟ محمد ابراهيم مجمد بقاله 7 ماتشات ما بيدخلش القايمه لمشاكل في التجديد. انت بتشوف محمد في القايمه اصلا. دي معلومه انا عارفها كويس جدا. طيب. والراجل قال له خلص نفسك، خلص، عندك مشكله حلها. والجروس بيحبه. وبيحب كهربا جدا، وبيقعد يتكلم كتير مع كهربا. ففي حاجات بره في دكه الزمالك والغرف المغلقه، هي دي ازمه حقيقيه في وصول الزمالك النتائج دي. ازمه ايمن حفني، ازمه محمد عنتر واستبعاده لاسباب خارج الملعب نهائيا، تتعلق بالسوشيال ميديا برضه. فالزمالك محتاج سيطره خارج الملعب قبل الملعب. طيب دي جزئيه هفتح فيها كلام مع الاستاذ اسلام، لانه خلاص وقت للاسف بينتهي، بس دي جزئيه مهمه. هل نادي الزمالك بحاجه الى الدور ده، ولا الدور ده ممثل؟ طيب وجهه نظرك يعني. هو رئيس نادي الزمالك كان اقترح على اسماعيل يوسف خلال الفتره اللي فاتت ان يكون موجود على دكه البدلاء، واسماعيل يوسف رفض. كايه؟
كموجود كنجم وعضو مجلس اداره، وانما مش مدير كوره خالص يعني. مش مدير كوره. اه لا مش مدير. مش مش مدرب. عضو مجلس اداره وقائم باعمال بامين صندوق. مش مشرف عام. اسلام الكلام صح. مش مشرف عام. مش مشرف عام، لكن انا بكلمك في جزئيه ثانيه. عايز اقول لك بس فيما يخص كهرباء، الموضوع مش ازمه البصقه على الجماهير فقط. الازمه ان كهرباء تجاوز في حق المدير الفني اثناء استبداله، الى جانب ازمته مع احد اللاعبين اثناء قبل خروجه من المباراه. اوباما. اوباما. وبالتالي دي الاسباب اللي خلت يعني، مش هو السبب دايما الناس بتتكلم على الجمهور الجمهور الجمهور، لا ده في حاجات تراكمات يعني. في حاجات، في امرين تانيين، الى جانب ان مجلس اداره نادي الزمالك حذر اوباما من نفس مصير كهربا بسبب برضو احيانا المشاكل اللي ممكن بيدخل فيها بتخليه يخرج عن تركيزه اثناء المباريات، وبالتالي تم تحذير اوباما من نفس الفكره ان مدير كوره. برضو هرجع واقول لك ان الزمالك متصدر من بدايه الموسم كويس ولغايه دلوقتي صح. اشمعنى بنتكلم دلوقتي على مدير كوره؟ عشان مشاكل بدات تظهر على السطح، علشان النتائج بدأت تبقى سلبية، وعلشان في نفس الوقت الناحية التانية النادي الأهلي بيضغط بتحقيق الفوز المتكرر والمستمر سواء في المباريات المؤجلة أو المباريات بصفة عامة. طيب تعال نحط النادي الأهلي على جنب، في شواهد. لا الاثنين مرتبطين ببعض. لا أنا عايز أسألك سؤال. الضغط دوت عامل ضغط نفسي على اللاعبين. عايز أسألك سؤال. في شواهد ليها علاقة بشوية الخلافات اللي بدأت تزيد، يمكن أول مرة إحنا اتكلمنا فيها حتى كمان قلنا إيه ده وارد يحصل في الكورة، بس كررت كتير. في شواهد ليها علاقه كمان ليه ما اتكررتش قبل كده؟ بالظبط، ما هو ده السؤال. ما اتكررتش قبل كده عشان النادي الاهلي ما كانش له مؤجلات وما كانش الضغط ده. تقصد ده ضغط على اللعيبه؟ طبعا ده ضغط نفسي على اللعيبه، وبالتالي هي المساله مش وجود مدير كوره على الدكه يعني. مثلا هتجيب اي مدير كوره تفتكر ان مش هيحصل مشاكل؟ طب ما سيد عبد الحفيظ موجود في النادي الاهلي وبيحصل مشاكل مكتومة. ما بين اللاعبين مكتومة يا بتصغر على السطح حتى الان. بيحصل مشاكل ما بين اللاعبين، وده طبيعي. ده طبيعي. وهكرر لك وجود مدير الكره. في امور تنظيميه، في 30 نفس بشريه موجوده بالظبط. انت بتسيطر يعني على 30 نجم كمان، وبتلعب في النادي الاهلي وبتلعب في نادي الزمالك. صحيح. فالموضوع مختلف. فالناس بدات تتكلم على مدير كره. هي الناس بص، اول لما بتلاقي نتائج سلبيه لازم تدور تقصد على حاجه. اول حاجه اللي مش طايق المدير الفني فهيقوم قايل لك المدير الفني هو السبب. رغم المدير الفني التاني بقولها لك ده من افضل المديرين الفنيين اللي جم في الكره المصريه في الفتره اللي فاتت كويس، اللي هو جروس. الى جانب ان مدير يقول لك لا ده مدير الكوره. طب ما هو الزمالك متصدر من بدايه الموسم، اشمعنى دلوقتي بقى مدير الكوره؟ طيب وبعدين هو احنا بنتعامل مع عيال صغيره. هما مش عارفين ان النهارده الضغط في بعض العقليات تحتاج معاك مش مختلف معاك، بس ما حصلش ده من بدايه الموسم ليه؟ طيب طب ما فتره من الفترات نادي الزمالك كان بيبقى عنده نجمين. طب ما حازم امام كان موجود، اسم حازم امام الكبير جدا واحمد حسام ميدو، وبعدين النتائج كانت عامله ازاي؟ في اكتر من حازم امام بالنسبه للزملكاويه عموما واللاعبي نادي الزمالك، النتائج كانت عامله ايه؟ ففكره ان احنا نرمي ويعني وهجيب لك امثله كتير عبر السنوات الماضيه كان بيبقى مدير الكوره. المساله ملهاش علاقه باداره الكوره خالص، ليها علاقه رقم واحد باللعيبه رقم واحد. اللعيبه رقم واحد. طيب الجزئيه برضو اللي بيتكلم فيها اسلام هي برضو جزئيه منطقيه، يعني انا ممكن اتفهم انه حصل عند اللعيبه نوع من انواع الضغوط مع برضو الوضع في الاعتبار انه في مشاكل ممكن تكون موجوده في اداره الكوره. طب هل من وجهه نظرك انه الامر ده هيستمر ولا لا؟ يعني هل الكابتن صلاح هيلعب الدور ده؟ هل الكابتن اسماعيل يوسف هيلعب الدور ده؟ الدور اللي هو الداعم واللي هو يعرف يحتوي اللعيبه، يعرف يحتوي المشاكل، مش هيبقى اسمه مدير كوره، مش هيبقى مشرف عام، بس يعرف يلعب الدور ده او هيعمل الدور ده؟ طالما بقى كريستيان جروس على راس الجهاز الفني في الزمالك لن ينضم اي عنصر جديد الى الزمالك. ولن ينضم اي عنصر ينال من صلاحيه امير مرتضى. عشان نبقى واضحين بس. هقول لحضرتك حاجه يا صبري. مش هينال من صلاحياته، بنتكلم في دور الاحتواء، يعني هو مش هيقرر عقوبه، مش هو اللي هينفذ اللائحه، ولكن يحتوي اللعيبه، يعني حاجات يظهر فيها امير وحاجات يظهر فيها كابتن اسماعيل او يظهر فيها كابتن محمد صلاح. تم طرح اسماء للعب الدور الفني كمساعد للراجل من قبل رئيس الزمالك عن طريق نجله امير،
ولكن الراجل رفض نهائي ومقتنع بوجود ايمن عبد العزيز ومقتنع بوجود امير عزمي، خصوصا ان جروس زي اسرتي الاثنين عندهم متفقين على حاجه واحده، شخصيه الدكتاتور صاحب القرار الاول والاخير في التشكيل والتبديل، ولا يستمع نهائيا لاي نصائح او اعلان، عشان نبقى متفقين. بس هقول نقطه انضباطيه بس، يعني فرق العقوبات في الاهلي وخصومات يتم تنفيذها في الزمالك عبر السنوات الاخيره، حسب ما نشاهد من تصريحات رئيس الزمالك، تصريحات مصوره بيجي يقول احنا لغينا خصومات السنه اللي فاتت كلها. ففكره ان انا بختم السنه وعارف ان في اي وقت بيتشال كل الخصومات، فدي بتخلي اللعيبه برضو الضغوط عندها، عارف انا ممكن خصوماتي عليا 500 عليا 600، بس برضو خد بالك انا ممكن استخدمها كحافز، يعني انا عملت حاجه كويسه فاقول لك انا شلت لك العقوبات. سمعنا برضو عن عقوبات تم تخفيفها في النادي الاهلي، تخفيفها وليس حسام عاشور تم تغريمه في حادث في واقع قريب ب 50,000 جنيه وهو قائد النادي الاهلي. فالفكره عند فكره الحزم والقوه عندما يتم الاحتياج للقوه، عشان كده بنقول ان النتائج، انا متفق مع عصام في قصه الضغط النتائج وضغط الاهلي وضغط كل حاجه، تبدو منطقيه، بس الفكره نفسها انها تظهر بالصوره، لا في ازمات لابد هنا ان انت تدخل عشان تحافظ على ان انت عايز تاخد بطوله، شايف ان الاهلي بيقرب منك، شايف بطوله افريقيا كتير منك. انا مختلف مع درويش، بس انا عايز اسال سؤال. انا النهارده مثلا اي فرصه من الفرص اللي كانت اتيحت لعمر السعيد في مباراه بترو اتلتيكو سجل كسب الزمالك، ناس كانت هتطلع تقول فيهم دي الكوره، لو الزمالك كسب طلع الجيش، ما انت سيدي العارفين انه طبيعي. انا بقول لك هي بتتكلم من بعد النتيجه على طول، يعني بالظبط. اذا احنا بنتكلم في جزئيه مهمه جدا، هي امرين، النادي الاهلي بيكسب فبيضغط، ده رقم واحد. رقم اتنين النتائج الناحيه الثانيه، هو احنا دلوقتي بنتكلم في النتائج ولا بنتكلم في الناحيه الانضباطيه؟ ما هي الناس قالت مدير كوره عندما ظهرت المشاكل الانضباطيه والتراشقات اللي بانت على الهواء. الفترات كان عنده فريق الاحلام مثلا، وكان في احمد رفعت واعتقد كابتن فاروق، يعني مش فاكر مين الاسماء، او احمد رمزي مش فاكر، وكان الزمالك بيحصل احلام سنه 97 97 حصلت لو على المشاكل، لو على المشاكل اللي لها علاقه كان بيحصل مشاكل. ما فيش اكتر من في مره، فتره من الفترات كان فاروق جعفر مدير فني لمنتخب مصر، كان محمود الخطيب مدير منتخب مصر مرة من المرات جمال حمزة، مرة من المرات جمال حمزة ضرب لعيب البرازيلي بالظبط. هنا ما حدش اتكلم على فكرة، عايز اقول لك ان ما فيش اكتر من، تاني بقولها لك، حازم امام واحمد حسام ميدو، اتنين نجمين. حازم وميدو جه في توقيت عصيب فتره الزمالك، معاهم عبد الحليم علي، معاهم محمد صلاح. ففكره عبد الحليم علي جه فتره من الفترات كمان. انا اقصد اقول أصدق مدير الكرة بقول لك مهم جدا وكل حاجة، لكن مش هو سبب أزمة الزمالك، يعني ما تخرجوا سبب أزمة، سبب المشاكل في الفترة اللي فاتت أو النتائج السلبية اللعيبة نفسها في أوروبا. صحيح، اللعيبة نفسها. ما عنديش وقت بقى خد بالك في الملابس، ما عنديش وقت أهم من الملابس. أنا ليا دعوة في الزمالك، تصدق تمام بالله، نادي الزمالك يختلف عن اي نادي اخر. صدق تؤمن بالله انا ما ينفعش حتى كمان تطلع لاوروبا، لان خلاص وقت خلص. وقت خلص، بس فكره السيطره على غرف المغلقه هي الاهم. انا بقول لك شخصيه المدير الفني عنده مدير كوره مميز قبل 90 دقيقه اسمه سيد عبد الحفيظ، وهناك مشاكل داخل النادي الاهلي، مشاكل مكتومه لا تظهر للصح، لا بتظهر والنتائج مساعده. احنا نرجع نقطه النتائج، انت لسه قايل عقوبه حسام عاشور، انت بتفكرني بيها، دي كانت قديمه، يعني في عقوبات معلنه ماشي، يعني بيحصل مشاكل، ما كانش بيحصل مشاكل في التمرين، عقوبه عشان ما كانش خناقه. مدير الكوره مش هيغير، مدير الكوره مش، انتوا الاثنين الناس مش هتسمعك، ما كانتش خناقه. بس نقول حاجه، بس هو دلوقتي النادي الاهلي انت بتشوف تصريح من لاعب، حركه مستفزه من اي لاعب. طب ما النادي الاهلي على فكره كان عنده محمد يوسف حاجات مكتومه جوه، وخرج وما كسبش بطوله افريقيا. هل محمد يوسف كان، انا ضد المقارنه على فكره، انا برضه مش درويش يا استاذ درويش، انا بتكلم على الناحيه الانضباطيه يا درويش موجوده في الاهلي. الله يبارك لك، اسمعني بس، انا ضد المقارنه، انا ضد مساله المقارنه، كل نادي بيمشي في التراك بتاعه. يعني فكره الربط الاحداث هنا ما بين الاهلي وما بين الزمالك، الاهلي كمؤسسه ماشيه في تراك معين من زمان، الزمالك كمؤسسه ماشي في تراك معين، قد يكون الامور تتغير بشكل او باخر. مؤسستين كبيرين وبالتالي هم القطبين الكبيرين، فانت بتقارن ما بينهم، ده امر عادي في الامور. اداره الامور مختلفه طول الوقت، اداره الامور طول الوقت مختلفه، واداره نادي الزمالك مختلفه في التوقيت الحالي. لكن هل انت مثلا تفتكر
ان اللعيبه دلوقتي خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، لو جه مدير كوره هم مش عارفين ان في رئيس نادي صاحب قرار، خلينا نتكلم بمنتهى، هل مدير الكوره هياخد كل الصلاحيات؟ لا. طيب الكلام اللي بيقوله ده اسلام مهم جدا، وخلوني اقفل اخر حاجه خلاص بقى، ما فيش حاجة. حاجه بقى جروس خارج الزمالك في حاله خساره من بيتو اتلتيكو، كريستيان جروس خارج الزمالك في حاله خساره من بيتو اتلتيكو. اتمنى ان شاء الله باذن الله، اتمنى الزمالك ان شاء الله باذن الله ما يخسرش من بيتو اتلتيكو بل يكمل كمان مسيرته. استاذ انا بشكركم شكرا جزيلا، بشكركم على حلقه النهارده وما فيها من معلومات. شكرا يا استاذ اسلام. بشكرك يا والله بجد، انا سعيد جدا بحلقه النهارده برضو مكمله للحلقه الماضيه. تطمر يا استاذ. لا والله متشكر جدا جدا. شكرا كابتن ابراهيم، وبنجدد العزاء تاني، وربنا يرحم الشهداء في جنة شغل. اللهم امين. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. باذن الرحمن ان شاء الله باذن الله يوم السبت حلقه جديده لو كان لينا في العمر بقيه من نمبر 1. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.